نبقى نحن فنحن وانتم نبقى نحنين. خلاص هنبدأ بشكر. قوم يا بنات، قوم يا سعاد، قوم يا رزان، قوم يا محمد، قوم 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 يا اسماعيل، قوم يا بيان. تعالى فين يا ويقة؟ فين زيكو؟ وفي اثنين من الشباب من عندنا بريطانيا اللي اقول انا طبعا بشكر كل هؤلاء الاخوات والاخوه، لان من غيرهم ما كانش هننجح وان شاء الله احنا هننجح. زائد في الاخ حمادي. حمادي ارفع ايدك يا حمادي، ارفع ايدك. هو اللي رتب كل الزوم ده على حوالي 16 او 17 او 20 دوله. وفي اخت اربع من اكاديميه الرواد اسمها اميره او مشاب من اكاديميه الرواد، فاطمه حسي، وكذلك هاجر علي بريطانيا، وبعدين المغرب، وبعدين كذلك هي اميره في الحته اللي جنب الطيب اسمها ايه؟ مش ريحانيه. يعني أميرة من الحنية، وحمادي من المغرب، وفاطمة وهاجر من بريطانيا. والشباب اللي واقفين في النقطة دول لازم كلكم تحيوهم بإجلال وببركة منكم إن شاء الله. نبدأ معاك يا حمادي عشان يعملنا عرض لآراء الناس في الزوم. انا عملت صوت الاسبوع الان. ايوه الصوت الاسبوع. اتفضل اتفضل. فخر لك ان اعمل انني ان تعمل مع حمد. حاضر الإخوة في زوم أكيد أنكم تسمعونني، أنا الإخوة في القاعة. أيوة أيوة صوتك جميل. بطبيعة الحال سجلت
غامبيا إريتريا وغيرها، على أن يمكن أوروبا فرنسا ألمانيا إسبانيا وبدأ في الحال من اليمن السعيد وكان له حضور سعيد إن شاء الله تعالى في هذه في عبر الزوم. المنظمات التي ينتمي إليها المحاضرون المشاركون عبر الزوم هي من اليمن، المتحدة اليمنية الدولية الأممية، الجهة المنظمة المشهورة الوصول الإنساني أيضا، يور، المؤسسة الطبية الميدانية، مؤسسة أنا من أجل بلدي، مؤسسة استدان ملكية القدرات، عيادة الرحمة الخيرية، رامون فونديشن، تنامينون للتنمية المستدامة، رفع للتنمية حقوق الطفل، بسيكياتريك كير، ديفلوبمنت فونديشن، مؤسسة نور الإبداع للتنمية والأعمال الخيرية، منظمة رفع ذكرتها ائتلاف الخير للإغاثة، مؤسسة بنك الطعام، الهلال الأحمر اليمني، ثم جمعية المشاهير الخيرية. هذه كلها شارك عنها مشاركون بالزوم من سوريا، أعطاء الإغاثة الإنسانية، منظمة كير من السودان، جمعيتين الإحسان والاتحاد، من تركيا أكاديمية الرواد وجمعية عطاء بطبيعة الحال، للنقد الحياة الخيرية، ثم جمعية خيرات، السناد الخيرية من قرغيزستان، من الكويت، الإيكو، جمعية مناطق قرآنية، جمعية بلد الخير، ثم طريق بصمة خير التطوعي وهو التابع للهيئة العالمية الخيرية الإسلامية، وممثلة متطوعة للهلال الأحمر القطري من قطر. من المغرب مجموعة من الجمعيات، الحقيقة جمعية الدرعة للتربية والثقافة الوطنية الاجتماعية، جمعية الأندلس للأعمال الخيرية، ثم هناك مراكز بحثية، مركز المعرفي للتدريب والاستشارات هذا مركز تدريبي، جمعية فضاء الفتح للتربية الأممية، جمعية الأندلس، الجمعية المغربية لكفالة اليتيم، الهلال الأحمر المغربي، جمعية الخمسة للتنمية الاجتماعية، ثم جهات جامعية، كلية العلوم القانونية المحمدية، ومركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية للجامعة القاضية عياض بالمغرب. من ألمانيا مشاركة لجمعية، جمعية الألمانية المغربية لكفالة اليتيم، طبعا الحال من العراق، من الجزائر، من فلسطين، من لبنان، من الصومال، من إريتريا، هذه كلها منظمات محلية، السنغال، مؤسسة بلاد المرابح، من غانا، مؤسسة التعاون ومنظمة الرعاية. إذن هذه عبارة عن المنظمات التي ينتسب لها المشاركون عبر غرفة زوم. تقييم الجلسات أمر سريعاً، إذن هذا تقييم جلسة افتتاحية وأزيد من 92% فوق معدل 4 على 5. تقييم الجلسة الأولى الثقافة والهوية وكمية الموارد مثل ما تشاهدون. تقييم الجلسة الثانية آلية الحصول على المنح الدولية أيضا كان فوق 66.7% معدل كامل 5 على 5. تقييم المحاضرة الثالثة لإعلام أصعب أيضا كان فوق 94% 96% فوق معدل 4 على 5. تقييم الجلسة الثالثة يعني مثل ما ترون أيضا فوق 91% نقطة كاملة 5 على 5. تقييمات الجلسة الرابعة تجارب ناجحة أيضا كانت فوق 62% 62% المعدل الكامل 5 على 5. والمحاضرة الرابعة مثل ما تشاهدون، إذا أحاول أن أمر سريعا، المحاضرة الخامسة أيضا، إذا دائما هناك طابع ثابت أو نمط ثابت في تلقي المشاركين عبر زوم لهذه المضامين. التقييم العام للملتقى ايضا كان في حدود 63.2% معدل نقطه كامله 5 على 5 و 34.5% 4 على 5 فهو بالمجمل تقييم ممتاز. ارسلنا بعض التوصيات احاول ايضا ان امر عليها سريعا التي ذكرها المشاركون في زوم ونذكرها ايصالا لرسالتهم. من قبل تكرار التجربة في المستقبل بموضوعات تهم التموين والتشبيك بين المنظمات العربية والإسلامية، أن يكون هذا الملتقى سنويا، وهذا كان طلب الروسية تكررت كثيرا، تنفيذ أطروحات التعاون مع جهات مختصة والسماح للمتطوعين بالعمل، ترجمة التوصيات على أرض الواقع. هناك توصية في الحقيقة أحب أن أذكرها ولعلها جديرة بأن تذكر، الموصي بلاد الأنظار والمجتمع الدولي بأهمية إنهاء الحرب في اليمن، لأنه رغم الهدنة ما زلنا نعيش في أزمات كثيرة،
إلى غير ذلك مما قال. عمل ورش، عمل متخصص لكل ما استسلم تقييمها من حيث نقاط القوة والضعف إلى غير ذلك من خصوصيات التي يتوصل بها إدارة الملتقى. خصوصيات كثيرة في الحقيقة وكلها خصوصيات عملية ومتميزة. فإذا هذا ما لدي في هذا الخصوص. في الختام اسمحوا لي أن أعرض عليكم شريطة، وفي الحقيقة تلقينا عددا من الانطباعات كثيرة، ولكن مع ضيق الوقت لم نستطع جمعها يعني في شريط واحد سوى البعض منها. فلذلك أعتذر لكل من أرسل شريطه بالفيديو، وإن شاء الله نبقى مع هذا الشريط المنتخب من ما توصلنا به. طبعا أنت سعيد وما أفكر عشان يفرحوا به. وأنت تقول العمل الإنساني وعلاقته بذنب الموارد يعتبر فكرة هذا المنتخب من الأفكار الرائعة التي توفقت اللجنة في اختياره، بل إنه جاء فوق الطموح وجاء ملبيا ومجيبا لكثير من التساؤلات التي تشغل العاملين في المجال الإنساني. حقيقة توفقت اللجنة في اختيار المواضع واختيار الشخصيات، ويعتبر من البرامج الرائعة التي شاركت فيها عبر الزوم. الشكر الجزيل للجنة المنظمة والمعدة لهذا الملتقى، والشكر الجزيل للفريق الفني الذي سعى جاهدا لتلبية مقترحات وطلبات المشاركين. كل الشكر والتقدير للمحاضرين الرائعين الذين قطفوا لنا أروع اهتمامهم وبذلوا جهدهم ليعطونا خلاصة تجاربهم وخبرتهم في العمل الإنساني. كل التحية والتقدير لهم، وكل التحية لجميع الحاضرين في الطاعة وعبر الزوم، والسلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الإخوة القائمين على هذا الملتقى الدولي حول العمل الإنساني، ونسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته يوم القيامة. في الحقيقة هذا الملتقى مفيد ومتميز، استفدنا من جميع العروض والمحاضرات ومن التجارب التي تم يعني ذكرها في الملتقى، وإن شاء الله تعالى سوف يعني يكون هذه التجربة بالنسبة لي انطلاقة نحو الإيجاد وإتقان والمعرفة الدقيقة لهذا المجال المهم والحيوي من مجالات العمل الإنساني والإسلامي. وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور مصطفى بندور، باحث وكادي في مجال العمل الخيري التطوعي. أعتقد أن ملتقى أبعاد العمل الإنساني وتنمية الموارد من أنجح الملتقيات العلمية، فخراته متنوعة، محاضرين من مستوى عالي في مجال تخصص العمل الإنساني والإغاثي، مادة علمية غزيرة كما عرضت في تجارب تطوعية فريدة من نوعها. أشكر المنظمين والقائمين على تنظيم هذا الملتقى العلمي الناجح، وأرجو من الله تعالى أن تترجم توصيات هذا الملتقى إلى سلوك عملي ميداني قصد النهوض بالعمل التطوعي والإنساني وتشغيل آلياته. وأرجو كذلك أن تنظم لقاءات علمية أخرى. إلى ذلك الحين أشدد شكري للقائمين المنظمين، والسلام عليكم ورحمة الله. دكتور أسامة المعلم، دكتور التخطيط السياسي الفلاني، كلية الخدمة الفلانية المحرمة، لي الشرف المشارك والحضور في المنطقة. بصراحة كنت بالنسبة للتنظيم أكثر من رائع. موضوع المؤتمر نفسه تم اختياره لذا، لأن هو بيقدم رؤية لكيفية تطبيق العمل الإنساني
على مستوى العالم وتنميه الموارد. وهنا شايفه ان هو ممكن يساهم في تنميه الموارد البشري والعنصر البشري، وده اهم حاجه. المؤتمر قدم رؤيه للمساهمه في حل العديد من القضايا. بتمنى ان تعمم توصيات هذا المؤتمر عالميا وتم نشرها على قنوات اليوتيوب وقنوات التواصل الاجتماعي، وبتمنى تكرار التجربه، تكرار تجربه المنطقه ده، بحيث نقدم رؤيه للمجتمع اجمع والمجتمع العالمي بان في قضايا من خلال العمل الانساني بيتم الحد منها والقضاء عليها، وازاي من خلالها بيتم تمويل الموارد فعلا سواء كانت ماديه او بشريه والعنصر البشري اهم حاجه. شكرا لمحضرتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أحيي طيبة لأهل الإنسان المتعارف على الإنسان المحتوي وعلى قدره بتمييز الأمانة، وشكر خاص والجزيل له، وكذلك شكر موصول إلى المركز الدولي للتقية الإنسانية والتعاون الحضري على هذا التنظيم الرائع عضويا وافتراضيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم الدكتوره رشدي جمال ياسر، دكتوره في التركي، سفيره من سفراء المكان. سعدت جدا باختياري ومشاركتي في ملتقى ابعاد العمل الانساني الدولي الذي اقيم في تركيا، والذي قام بنقاط كبيره في مجال العمل الانساني. كل شيء للدكتور سامي بنك ولجميع القائمين على هذا العمل. شكرا جزيلا لجميع المشاركين، ولضغط الوقت نكتفي بهذا الذي عرضناه. التمس منك في لحظات فقط، اعتذر للاخوه المشاركين في غرفه الزوم، كثير منهم يحتجون على اغفال الميكروفون وقلماتهم، فانا اعتذر لهم امامكم ولم يكن الامر مقصودا مثلما اشار احد الاحبه، بل اننا جمعنا هذه المنظمات في الاستبيانات التي شاركتم بها، فربما غفلنا عن ذكر بعضها، فنعتذر لكم جميعا سواء في اليمن او في غيرها من الاقطار. شكرا لكم جزيل الشكر، وثني واختم بالشكر للمنظمين على اشراكنا في هذا الملتقى المتميز، وقد اجتمع واجمع المشاركون على ان يؤسسوا بطبيعه الحال باشراف اللجنه المشرفه على المنطقه مجموعه سموها منتدى العمل الخيري والانساني تجمع جميع الفاعلين، بغيه تبادل المواد التكوينيه والتدريبيه ان شاء الله تعالى والتواصل والتعاون. فشكرا لكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا الاخ حمادي، وشكرا لكم يا سعاده الرئيس، انت الان العريس. لا لا، فين الاخ سعاده السفير؟ تفضل. فين الاخ زياد؟ او زياد موجود فين؟ زايد. ها؟ زايد. زايد، انا زايد مش موجود؟ طيب، إلى أن يأتي سعادة السفير يجي عندنا، أنتوا المجال هيكون مفتوح لكم، بس الشرط تيجوا تقفوا جنبه عشان آخد صورة معاكم، عشان يجي لي لايك، 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 تعالى دور لايك، هنغني إحنا، فكلكم عشان بس الإيه الميكروفون والكاميرات والحاجات دي، وبعدين ندي مساحة كبيرة لمن لم يتكلم باقتراحات واضحة المعالم، والاخوات والاخوه هيسجلوا هذه الاقتراحات. بنبدا بمن لم يتكلم من قبل. تفضل. ابدا انا، اجي لعندك. تعالي عندي. افتحوا الترابيزه بينكم وبين بعض. تعالي عندي. مفيش حاجه صعبه. لا سهله الا ما جعلته سهلا. تفضل.
تفضل. السلام عليكم. مش مشكلة. اسم حضرتك ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غالية يحتوي. جمعيه الامان رعايه الكبيرات صنعت. طبعا انا اعتب على الدكتور واعتب على الدكتور لسببين. السبب الاول، المراه اليمنيه لعبت دور كبير جدا 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 في العمل الخيري. والمراه اليمنيه ناضلت كثير في الحرب على اليمن زي ما ناضلوا الأخوات السوريات جزاهم الله كل خير. لكن للأسف الشديد ما شفناش خلال الثلاث الأيام ولا أي تجربة ناجحة أو تكلمت حتى عن المرأة اليمنية. إيش السبب؟ الله أعلم. ليش ما ذكروا شيء يمنيات؟ برضو الله أعلم. طيب، لأنه أغفل جانب كبير للمرأة اليمنية. أنا بتكلم عن نموذج نادر في الأمة العربية كامل. فاطمة العاقل رحمها الله أسست جمعية الأمان لرعاية الكفيفات، وهي كفيفة. كفيفة أسست جمعية الأمان. طبعاً الجمعية متى تأسست؟ في 1999. في 96 في اليمن ما كانش تعرف واحدة اسمها يعني إيش كفيفة، ما حدش يعرف. يعني ما فيش ولا في الجمهورية اليمنية أي امرأة كفيفة متعلمة، ما فيش خالص. طبعاً هي درست في مصر، لما جت لليمن بتبحث عن المرأة معقول اليمن كلها ما فيش فيها كفيفات وفيها أمراض كثيرة؟ بحثت وجدت واحدة بس بتدرس مع من؟ مع الأولاد. طيب ليش ما فيش؟ قالوا كيف عمياء تدرس مع عميان؟ طبعاً كانوا يقولوا عمياء ما يقولوش كفيفة، والكثير بيتحسسوا من كلمة أعمى، لكن إحنا بنقول لهم الله ذكر من فوق 7 سماوات إذا جاءك. فهنا شوفوا سبحان الله، من واحدة موجودة في اليمن كلها الآن كم مئات بل آلاف من الكفيفات اللي تخرجوا من الجامعات والماجستير، ومعانا نموذج إنه بيطلعوا الأوائل على المبصرين. الأوائل يعني معانا كثير جدا من الكفيفات طلعوا الأوائل على الجمهورية وحصلوا على منح في الثانوية العامة، حصلوا على منح ودخلوا جامعات خاصة ومنها جامعة العلوم والتكنولوجيا اللي تعتبر أفضل جامعة موجودة في اليمن، وطلعوا برضو أوائل. حتى انه في الثانويه العامه في ناس احتجوا قالوا ليش الكفيفه الاولى؟ ليش يعني ايش معنى؟ هل انتم بتتعاطفوا معها؟ فقاموا جابوا الدرجات وجابوا اختبار، عملوا اختبار لاوائل من الكفيفات واوائل من المبصرين، تخيلوا من نجح؟ الكفيفات. الكفيفات الاولى طلعت واخذت مرتبه الشرف في الاردن تيسير مطر كفيفة في التربية الخاصة في الماجستير، والآن بتدرس الدكتوراه وبرضو حصلت على 95. بتقول يا أستاذة ولا واحد من المبصرين حصل على الدرجة هذه، وجوا لعندها كلهم يقولوا لها كيف حصلتي على 95؟ طيب أنا بس بذكر حاجة بسيطة، حاجة بس أقول لكم، جمعية الأمان في صدور، يعني إيش الأشياء اللي عملتها أو كيف وصلت لهذا؟ وبرضو ما حد ذكرها. حل كثير لو قلت لكم من هي جمعية الأمان في اليمن كثير ما حد يعرفها، صح ولا لا؟ بشوفوا سبحان الله جمعية الأمان اللي تأسست في 1990 تعتبر الأولى والوحيدة اللي بتختص بالإناث، ما فيش جمعية في اليمن خاصة بالكفيفات إلا هي. ولنجاحها كان وزير الشؤون الاجتماعية الله يرحمه الأرحبي أسند إليها جمع طلاب المكفوفين، خلها تمسكهم بالإسناد، ولا زال الإسناد من أيام وزير الشباب الله يرحمه إلى الآن، والمدارس حق المكفوفين أسند إلينا جمعية الأمان لرعاية الكفيفات. طبعاً من الأشياء لو قلت لكم إنها عضو في الاتحاد الآسيوي للمكفوفين، عضو في الاتحاد العربي للمكفوفين،
عضو في الاتحاد العربي للمعاقين، عضو جمعية الأمان لرعاية الكفيفات. كذلك حصلت على دعم دولي، الوحيدة اللي حصلت على دعم دولي في اليمن، وبتشتغل مش بس مع المكفوفين، بتشتغل مع النازحين وبتذهب للمخيمات، وكلها قطاع نسائي، كله قطاع نسائي، ما فيش معانا رجال، كلنا قطاع نسائي. هل هذا النجاح لا يذكر في مثل هذه المؤتمرات وهذه الملتقيات ولا يذكر؟ أشكرك يا أختنا الفاضلة. كلنا بنحب اليمن، شئنا أم أبينا. اليمن أصل العرب وأصل الأمة وأصل الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن اليمن وفضل أهل اليمن. ما عارف. ما أنا يمني زيك. ناس يا ولد. أنا أعرف كويس، أنا يمني. من وادي بنا. سبت الورقة دي أنا وادي صايع. يا خدي يا أسعد، روح يا أسعد. طيب أنا سعيد بالحماس بتاع الأختين، بسم الله ما شاء الله، عشان يأجل القلوب والمشاعر والأحاسيس والرؤى وكل شيء. من لم يتكلم فليتكلم. أنا بحق الرد سوف أنت هنحل بيك في الآخر. أيوة حق الرد بالنسبة لك يعني سوف أرد عنك. لا ما تردش. أنا لساني بسم الله ما شاء الله يعني. طبعاً الكوكبة اللي قاعدة على المسرح دي هم اللي هيحوصلوا الرؤى بتاعتنا المستقبل. يلا يا شباب اتفضل يا خالد. تعالى بجد وانت اقصر مني كده. هتفضحني. طب هنوزع شوكولاته بسيطه كده من الاستاذه نجوى، هديه من فرنسا والاخوه بيسمعوا. يا ربنا يا ما شاء الله. ما تعملش مفاجآت تاني مره يا ولا. للاخوات. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الاخت الكريمه عرضت على المقترح اللي انا ناوي اقترحه، وحقيقه يعني سبب هذا المقترح ان احنا الدكتور تعرف ان احنا بنعمل مؤتمرات من سنه 2011 تقريبا، وانت قبل كده كمان، وعدد المؤتمرات اللي احنا عملناها يعني كان عدد كبير جدا، وان احنا فعلا محتاجين ان احنا نكون عمليين. يعني كيف نطلب ببرنامج عملي نوحد في الجهود. المؤتمرات اللي حصلت في خلال 10 سنين اللي فاتت او اكثر مفيده ممتازه، لانها فعلا لاحظنا ان في توحيد الخطاب، توحيد الرؤى، واصبح في كلمه بالالماني بتتقال سايت سترايف. سترايف يعني معناها الوقت المناسب. ففعلا عايزين نستغل الفرصه ونستغل هذه الفرصة المحورية، بحيث ان احنا عندي فكرة عايز اطرحها لحضراتكم. وكان الدكتور عاطل المناني هنتكلم عنه بساعات السفير في موضوع السوفت باور. ولما نيجي نحسب عدد المؤسسات اللي عملت في المجال في منطقة المينا لوحديها ما اعرفش كم ألف، يعني 10,000 في اليمن، 10,000 سوريا في مصر وفي المغرب، في كل الأماكن دي كلها اللي موجودة، فعددها سوفت باور. نتكلم احنا على 80,000 مؤسسة أو أكثر. 100,000. طيب 100,000 مؤسسة. ميزانية المؤسسة دي قد إيه لو جمعناها؟ ممكن نطلع مليار. ما أعتقدش، أنا أتوقع من اللي موجودين في الزوم والموجودين في القاعدة ممكن نتعدى لوحدينا فوق نص مليار لمليار دولار أو أكثر سنويا. الخبرات الميدانية اللي موجودة عندنا خبرات ميدانية ضخمة، وإلا ما كانتش مؤسسة الدولية تعاونت معانا. عندنا نقطة مهمة جدا هي القرب الثقافي والقيمي للمناطق اللي احنا شغالين فيها، ودي نقطة قوة كبيرة جدا مش متوفرة لأي حد. ليه كلها بشكل سوفت باور أو بشكل باور قوي جدا، وإزاي إن احنا فعلا الآن نعمل له مسار محدد موجود. فأنا عندي اقتراحين موجودين، والدكتور عصام المشاري اتكلم امبارح على موضوع حلم الحضور، وإن إزاي إن احنا نترجم حلم الحضور في الوقت المعاصر. فمقترح الاول ان عايزين نتوافق على ميثاق شرف مهني ومهني واخلاقي ينضم تحت كل المؤسسات اللي موجوده، بحيث ان احنا يكون في نوع من انواع الالتزام.
لهذا المسمى. يعني كتير جدا في اوروبا بنشوف انه في بعض الاحيان التقاليد السنويه مش شرط انها تعرض عن التقاليد، لكن توافقت المؤسسات المستقشره انه نوع من انواع الشركيه لازم نحط التقارير الماليه على صفحه الانترنت. ثاني حاجه ان احنا محتاجين فعلا الوقت مناسب جدا ان احنا تكوين مؤسسه للتقييم والمراقبه والمراجعه. ان احنا نحط لها اليات ومعايير، ممكن نختار 20 30 مؤسسه هي اللي تبدا تجتمع وتحط هذه المعايير ازاي ان احنا نعمل تقييم المؤسسات، وفي الاخر بندي نوع من انواع شهاده لهذه المؤسسه. هذا الموضوع مهم جدا لعده اسباب رئيسيه. اولا انه بيرفع من مستوى الشفافيه. ثاني حاجه في ال 200,000 مؤسسه اللي موجودين دول انا بسمي، كان الاستاذ عبد الرب بيتكلم على قضيه النويز اللي هي قضيه الشوشره. ففي شوشره في العمل الاساسي في العالم العربي الاسلامي بشكل كبير. في الكويس ومش كويس. واي مؤسسه هتسير في عمل هتؤثر على كل المجموعه، مش عايزين ننسى قضيه اوكسفام دكتور. قضيه اوكسفام اثرت على العمل الانساني في اوروبا بشكل غير طبيعي. حتى اثرت على اوروبا نفسها والحكومات، وكان عمل في ستريس كبير. فاحنا مش مستنيين ان احنا تحصل ازمه، فلازم محتاجين ان احنا يكون في عندنا جهه رقابيه موجوده. والميزه الثالثه كمان ان احنا بندي فرص لمؤسسات المجتمع المدني المحليه انها ترفع من مستوى المعايير وانها تكون مقبوله دوليا، بحيث انها تمكن المؤسسات زي الدراسه الاسلاميه وغيرها انها تتعاون معاها. لان احنا عندنا قضيتين رئيسيتين، احنا ليه مش راضيين نتعاون مع بعض المؤسسات اللوكال ان جي اوز؟ بسبب قضيه الديو ديليجنس والكومبلاينس ولتاثيراتها على البنوك وتاثيراتها على شيء. فلو عندنا كيان موجود قدر ان هو يفلتر المؤسسات دي ويخليها 200 مؤسسه 300 مؤسسه، وبيقول هذه المؤسسه تعمل بناء على معايير معينه وعندها قدر من الشفافيه والمساءله والمسؤوليه، وان احنا بنعملها وبنزكيها، فده هيكون انطلاقه، انا شايفه انطلاقه عمليه كبيره. وانا انصح ايضا اذا استعمل كوميتي من هذا الكوميتي ان احنا نستعين بالخبرات اللي موجوده في اوروبا. عندنا الشركة كوميشن في بريطانيا، عندنا الدوتشه ستاندرد في المانيا، عندنا في امريكا مؤسسات مشابهه في السويد في كل مكان، فممكن نستعين بالخبرات دي كلها بحيث ان احنا بندي سيجنال برضه للعالم الدولي ان هناك رغبه حقيقيه لتطوير العمل الجهاز والانسان. شكرا. من لم يتكلم تعالى خالد. وبعدين الاخ خالد كان رافع ايده بعد كده. اقتراحاتك؟ سلمت اقتراحات البنات يا طارق؟ نعم. اقتراحات البنات. لا انت مش بنات انت. اديها للاخوات، هات منهم اقتراحات. يعني انا المقترح هو لخصت اليوم تقريبا ما تكلمت. اللي تكلمنا فيه نحن محتاجين كثير. الدكتور ايهاب سعد لما تكلم انه اجت موجه على اسلامك ريليف قال اضطرينا نروح نجيب فلان وفلان، هذا كان رئيس عضو برلمان والثاني كان مدعي عام، وبالتالي هذول كلف وصول، يعني مو بس كلف وصول. طيب اليوم لو مؤسسه اصغر من هيك مين راح تقدر؟ ما راح تعرف، راح تروح بالرجلين. طيب القضايا اللي نحن عم نحكي فيها، مين بده يحكي فيها؟ ما في. نحن فعليا مثل مصري ماله كبير يشتري كبير. هل المؤسسات اليوم اللي هي 80,000 في لها مرجعيه؟ في لها كبير؟ والكبير لازم يشيلوا كبار. وهذا جزء من المنظمات اللي هي وصلت سواء اسمها ريليف او غيرها. كيف تقدر تكون مو هي داعمه لهذا الكيان الكبير وكلياتنا بنقدر ندعم؟ والجوز اشرف حكى شغله واجهناها نحن كثير بالتنسيق للمؤسسات السوريه، انه بالبدايات ما ادركنا ما هو قيمه الشبكه، ما هو قيمه المظله. صرنا نفكر انه انا اذا بدي اروح لهيك شو بدي استفيد؟ اذا ضلينا عم نفكر شو بدي استفيد ما راح نستفيد شيء، لازم نفكر كلنا شو راح نستفيد. انا اليوم بدي اقدم لانه انا بالمستقبل راح استفيد، انا راح اقدم اليوم للقضيه اللي عم تصير مشان سوريا لانه اليمن راح تستفيد بكره. واليمن قدمت لانه سوريا استفادت، ونحن لسه عالمنا كله كوارث، فنستطيع انه نوجد كيان كبير كلنا دعمه. نحن فعليا محتاجين كبير، واليوم على مستوى العمل الانساني العربي الاسلامي حقيقة ما له هالكبير، بجوز
ذكر الدكتور الكارثة أو الفضيحة اللي صارت بفرنسا وكيف إن الحكومة الفرنسية قالت له المناح وهي تدخلت لأنه إلى كبير نحن حقيقةً يعني حتى دولنا بتتخلى عنا بأول جائحة ما حدا بتحس إنه هو حاضن إنه هو بيقدر يقول أنا هذا اللي هاي المؤتمرات أعتقد التوصية اللي ممكن تطلع كيف نوجد هذا الكبير. استكمالا لكلامك في موقع سياحة ثانية حصلت في هايتي وحضرتك ساعات سابقة تذكرها نفس الموضوع حصل في هايتي وكان بياخد الأطفال دول والحكومة ما كانش حكومة موجودة أو ضعيفة هم مسكوا الجمعيات الأمريكية سجنوهم دخل أعلى ناس في القوم عشان يخرجوا الناس دول في فتيحة ثالثة حصلت في السودان كذلك بس أنا مش هقول اسم المؤسسة أو اللي حصل لما لقوا في أحد الطائرات التابعة لمؤسسة ما بتنقل كذا اللي هو بتنقل سلاح ومسكوها فعلا ومنعوا المؤسسة دي من العمل في السودان لكام سنوات 10 سنين أو كده المؤسسة كانت تسعة وأنا واخد الكلام ده من سعادة معالي الوزير مصطفى عثمان تسعة كل ما يكون في مؤتمر في أوروبا يجروا عشان يعيدوا تسجيلها مرة أخرى في السودان طيارة باسمك وفيها سلاح وانت مؤسسة إنسانية لكن الحكومات بتاعتهم زي ما قال أخونا خالد وزي ما قال سعادة السفير واقفة وراها اتفضل حضرتك كل الاقتراحات استلمتوها يا شباب لأن يبدأ العمل من بعد اللقاء بتاعها السلام عليكم ورحمة الله. علي جمعة من لبنان جمعية الإرشاد. علي سير جمعة عشان نكون من لبنان جمعية الإرشاد والإصلاح. بدي أتكلم ما أطول عليكم. هتكلم شوي عن بلد لبنان. أول شيء كم واحد لبناني يرفع إيده؟ واحد. اثنين. ثلاثة. طب كم واحد مسلم بالقاعة يرفع إيده؟ مسلم بالقاعة مسلم بالقاعة عربي أنا أتيت لكم كلكم يعني مش لأجل اللبنانيين الموجودين هذا حتى نكون بس واضح الله يبارك فيكم لبنان بلد صغير لا يتجاوز 10,000 كيلومتر مربع مشاكله تفوق 200,000 مشكلة في العالم من 2019 صار شيء اسمه الثورة أو الانحراق 19/20/2019 من أجل كانوا يزيدوا زيادة بسيطة على الواتساب يعملوا بالشهر 6 دولار صارت الناس وكيف نسمع 6 دولار كان وقتها الدولار 1500 ليرة الدولار اليوم ب 30,000 يعني كانت المليون ونص تعمل 1000 دولار المليون ونص اليوم تعمل 50 دولار هاي إحدى المشاكل في لبنان استيقظت الناس يوم من الأيام اللي معه 6 مليون دولار بالبنك مثل اللي معه 100 دولار قال ما بقى فيك تسحب من البنك أي مصاري فيك تسحب بالشهر 200 دولار فقط وإذا بدك يوم على لبنان على سعر 1500 على جديد صرت عم تسحب 8,000 ليرة بمعنى سرقت الناس 80% من أموالها الكهرباء الحمد لله كانت عم تيجي 4 ساعات أو 6 ساعات بال 24 ساعة الآن ما بتيجي ولا نص ساعة يمكن بال 24 ساعة أو لا تأتي نحن معتمدين على المولدات في لبنان ما عندنا شركة كهرباء تعطينا والآن على جديد عن الطاقة الشمسية كان مشروع عن لبنان يتدين ليتزين يعني هو ما معه شيء بيتدين بس لحد دليل بسيط. هلا اللبناني بيتدين ليركب طاقة شمسية. الوضع الاقتصادي في لبنان سيء، أعداد اللاجئين إخواننا المستضعفين من السوريين وصل مراحل 2 مليون ونص تقريبا، انخفض الآن ل 1,200,000 نتيجة الهجرة. لبنان بلد طائفة بامتياز متنوع بأحزابه بطائفيته شيعة سنة دروز علويين ما نتكلم بهيدا على راس السطح ما بنخبيه كثير لانه هي ثقافه لبنان. يعني خلينا نقول يعني انا كثير ناس اللي زاروا لبنان ورجعوا بقول لهم كيف عايشين؟ والحمد لله عايشين بالحب العالمي. يعني اذا الدوله صارت اكثر المصريات عملت هير كت للمصاري 85% في عندكم غلاء مش طبيعي عم بيكون الان كمان غلاء الدولار والدنيا كلها اصلا غليانه، الرواتب ما زالت على لبنان على الليره اللبنانيه. يمكن الحالة المصرية أو التركية مشابهة بس بلبنان أكثر تقاعد.
الجمعية تعمل من ال 84، كان في بعض التوصيات اللي نحن حابين نقولها بهالمؤتمر. أول شيء الله يجزيكم الخير كملتقى والدكتور هاني والأستاذ اللي الله يبارك فيهم والشباب كلهم طبعاً العاملين واللي وراء الكواليس أكيد طبعاً. في بعض التوصيات حبينا نقولها. أول شيء في ثلاث مواضيع هي اللي بتهم كل واحد فينا هون، كيف أنا أتعامل وقت أجيب فند ريزنج، يمكن هذا العنوان الرئيسي، كيف أنا أعمل فند ريزنج وأجيب مصاري للمؤسسة ذاتي. رقم اثنين، كيف أنا ممكن أكون منظمة فاعلة في العالم العربي والإسلامي ويكون أنا الناس عم تطلع فيني وواصل لمرحلة كثير كبيرة من الاحتراف. السبب أو خلينا نقول اللي أنا جيت لهون، في كذا سؤال عم بسأله، نحن ما زلنا بعض الأمور لا نثق عليها أو لا نلقي لها دائما، منها موضوع الحوكمة في المؤسسات اللي عندنا، منها موضوع الإعلام اللي ركز عليه الدكتور هاني الله يجزيه خير، وإنه نحن بالفعل موضوع الإعلام بالنسبة لنا ما زلنا نحن يعني بنعمل عملنا بالتستر أو بنعملها عشان ما يكون في رياء، وبنعملها عشان ما يكون في نوع من الظهور وحب الظهور، بينما هو صار الآن توثيق أكثر من الظهور، صار هو حرفة، موضوع الإعلام صار هو حرفة وفي اعتراف بطريقة كثير كبيرة لازم نحن نؤديها. كلمة الدكتور السفير عطل منان صراحة شو بيقولوا اجت عن جرح. معلش كلنا نحن موجودين هون في عنا حالة من الانبهار بالعمل الإنساني الغربي. نعم غيروا مصطلحاتنا، صرنا نسمع كلمة الإرهاب وعادة بالنسبة لنا، الإرهاب الإسلامي عادي بالنسبة لنا. صار لما يطلع أي واحد انفجار يسمع انفجار بالأخبار يخاف يكون في حدا من المسلمين أو داعش عملها. صار في عنا حالة من اللاثقة بالحالة الدينية تاعتنا. لكن أنا أؤكد من جديد يعني كلمة الدكتور عطل منان اجت وثقتنا بأنفسنا أكثر، حطتنا على الخط أكثر. نعم ديننا ثم ديننا ثم ديننا، نحن كنا أسير الدنيا وسنعود أسير الدنيا بإذن الله وسنسود من جديد. لم يدع القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم بأمر إلا وتكلم فيه، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، لكن الفند ريزنج كان في كتاب الله، هل أدلكم على التجارة؟ آيات كثير من رب العالمين قال هي بالفند ريزنج فعليا، إذا اللي يبحث في كتاب الله وفي السنة نعم. فنحن يجب أن نكون على ثقة أن سنعود ويعود هذا الدين في نفوسنا من جديد ونكون سفراء للدين، مش كل واحد سفير لدولته، نحن طائفيين لهذا الدين إن شاء الله. أربع توصيات سريعة. التوصية الأولى إيجاد إطار تعاوني بين الجهات الإنسانية الإسلامية واقعي ننطلق فيه من هذا المؤتمر. يعني احنا ما بدنا يعني سمعنا صح المحاضرات هي محضرة لها بطريقة كثير كبيرة وسمعنا كلام رائع جدا وقمة في العلم الإنساني من حوكمة وإعلام وإلى آخره، لكن لابد إنه نطلع بتوصيات من هذا المؤتمر. إيجاد بديل مع بديل في العمل مع الجهات الدولية تغير روحية المقلد أو التبعية. في نحن كمسلمين لا ينقصنا المصطلحات الخاصة فينا، لا ينقصنا يعني أول ما اشتغلنا بالعمل الخيري أنا خريج تجارية، أنا من 10 سنين في العمل الخيري تقريبا، أول شيء قالوا لي ذكرت القاموس الخيري لما تشتغل مع المؤسسات الدولية، شو القاموس الخيري؟ قال في مصطلحات بدك تعرفها لازم تستدل عليها وتتعلمها، ولما تخاطبهم تكتب البروبوزل وإلى آخره بتكون كاتبها ولا يرفض البروبوزل. إذا هن صنعوا لنا البيئة تاعتنا وصنعوا لنا المصطلحات، ثم نحن بدنا نمشي على المصطلحات لنحل مشاكلنا اللي نحن بيساعدونا فيها ونظن انه يكون خيرا. تأسيس بنك للطاقة البشرية. اخوانا نحن لا ينقصنا طاقة بشرية، عندنا موارد بشرية رائعة جدا جدا، ولا نتكلم يعني ما هو الدكتور هاني الله يجزيه خير والدكتور سيد والدكتور عطل منان، عندنا طاقات بشرية لا حدود لها في العالم العربي، بل الباحث بل بالعكس يعني اذا بتشوفوا انتم بالمواقع الغربية كثير من المواقع الغربية والأوروبية فيها موارد بشرية. فأنا أتمنى أن يكون في تأسيس لبنك الطاقات البشرية تسجل كل واحد شو بيقدم، كل واحد شو فينا نستشيره إلى آخره. آخر شيء يا ريت يكون في نوع من جايد إعلامي خلينا نقول أو للقاعدة للبيانات اللي ممكن تستفيد منها الـNGOs أو الجمعيات العاملة في المجال الإنساني الحديثة. جايد صغير، إعلان، تصوير، حوكمة إلى آخره. يعني نحن كجمعية إرشاد نعم عم نعمل حوكمة لكن عم نتعذب فيها كثير. يعني نحن كنا عم نجرب نعيد صناعة الدولاب من أول وجديد.
كل ما سألت حدا عن الحوكمة كل جمعية سألت خمس جمعيات في خمس أجوبة. فيا ريت إنه كمان هيدي الأمور هذا الجايد يكون موجود ويكون في مرجعية نستطيع أن نعود لها كعمل إنسان وبلد فيكم يا رب. طبعاً إحنا قدمنا ربع ساعة عشان بعد كده ندي المجال للأسف إنهم يتكلموا. اللي ما تكلمش يرفع إيده. كلمت أنت؟ كلمت؟ سألت سؤال. انا عايز اخد ما اتكلموش ابدا انا في ربع ساعه ده او ثلاثه او اربعه كتير قوي اللي ما اتكلمها طب ما انت بتتكلم اهو وبعدين الاخ اللي استخبي هنا ايوه اتكلمت اللي ورا اتكلم انت بتضحك كمان خلاص ولا اربعه دول بس اتفضل عشان بعد كده نسمع من اساتذتنا الى الامام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيب حيدر يماني، جمعية الصداقة والتعاون اليمنية تركيا، جمعية مهتمة بقطاع الطلاب بشكل أساسي، الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات التركية. أولاً نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير لمنظمي هذا الملتقى الهام الذي أرى أنه فرصة لكل الحاضرين أن يبسطوا أيديهم ويفتحوا قلوبهم ويعملوا عقولهم من أجل الاستفادة من كل ما طرح ومن النتائج التي سوف تخرج إن شاء الله بعد هذا الملتقى. هذا أولا. ثانيا إجابة على الأستاذة الكريمة، لماذا لم يوجد حضور للعمل الإنساني اليمني؟ نحن كطبع عندنا في اليمن أن نعمل بصمت، نفعل أشياء كثيرة ولكن لا نظهره على السطح، خوف من الرياء، خوف من السمعة، خوف من الحسد. ولذلك تجد أن مؤسساتنا اليمنية في الداخل أو في الخارج تعمل أعمال كثيرة، لكن للأسف الجانب الإعلامي ضعيف، لا يوصل صوتنا إلى الجمهور، وبالتالي المخرجات تكون داخل في داخل. هذا الملتقى أعتقد أنه فرصة كبيرة ورائعة لأن يعرف الجميع الجهود التي تقوم بها المؤسسات والأفراد اليمنيين في الداخل والخارج. حقيقة هناك بعض الملاحظات التي أريد أن أضعها بين أيديكم، وهي ملاحظات عامة نرجو أن ننتبه إليها في الملتقيات القادمة. أولا، رغم الأوراق الرائعة التي طرحت في هذا الملتقى ورغم الموضوعات والشخصيات الكبيرة التي تحدثت، إلا أنها لم تعطى الفرصة الكاملة لطرح المواضيع بالشكل المطلوب، كلها اختصارات، يعني مواضيع بعناوين كبيرة 40 دقيقة، أنا أعتقد حتى 40 ساعة غير كافية لطرح مثل هذه الموضوعات المهمة. هل أخذنا المستقلات ومتابع المحاضرين؟ باقي 5 دقائق، باقي دقيقة، يعطيك دقيقة زيادة. أعتقد أن مثل هذه المؤتمرات يجب أن تعطى حقها من الوقت بطرح الأوراق المهمة. ثانياً، خلو كل هذا الملتقى على مدى 3 أيام بالاستفادة من الطاقات الكبيرة لعقد ورش عمل لنقل الخبرة للناس اللي مثلي أنا اللي ما يعرفوا شيء. لو وجدت ورش عمل مصاحبة لهذه الموضوعات الكبيرة لكانت الفائدة أفضل وأكبر، حيث تخرج توصيات ومشاريع بشكل أفضل. يمكن غياب وثيقة للملتقى تجمع هذه الأدبيات كلها في مخرج واحد قبل بداية الملتقى، أعتقد كان سبب يؤثر إيجابا في وضوح كثير من المسائل، لكن الذي بس وردنا العناوين والشخصيات التي ستتحدث. لو وجدت أوراق العمل قبلها بأسبوع وزعت على الذين أكدوا المشاركة كان سيكون هناك بشكل أفضل في المشاركة وأيضا في طرح الموضوعات. بعض المقترحات التي أرى أنها سوف إن شاء الله تكون، أولاً الاهتمام بالجوانب العملية والأطر المهارية للموضوعات المقترحة. اثنين، ضرورة الخروج بوثيقة مشتركة كما ذكر إخواني سابقاً للعمل الإنساني الإسلامي العربي المشترك. ثلاثة، توثيق وكتابة كل أوراق العمل والتجارب المقدمة في هذا الملتقى وتوزيعها على الحاضرين. رابعاً، تأسيس منظمة دولية مشتركة لغرض تحقيق هدف هذا الملتقى. وأعتقد أنه سيكون هذا هو أهم مخرج يكون هذا الموجود. انتخاب فريق عمل لتجهيز مشروع عالمي للعمل الإنساني الإسلامي العربي
بهذا الملتقى وقبل أن يتفرق الجميع لوضع وثيقة الملتقى وأيضا تصور للمخرج الأساسي وهو منظمة عالمية جامعة تضم تحتها المنظمات العربية الإسلامية لتحقيق رؤية هذا الملتقى. شكرا جزيلا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أخونا تفضل، بس أول عشان الأساتذة هيتكلموا بعدين في شاعر. شاعر منير، أين شاعر منير؟ لا أنا كذب الشاعر. أنت مصطفى؟ عبد الرحمن باتيس من اليمن، مؤسسي البادية للتنمية والأعمال الإنسانية. هي تجربة شاركت فيها وممكن أشاركها معكم وممكن أتابع منها يعني. قبل أسبوعين كنت في منطقة هاتاي على الحدود السورية مع فريق من الشباب السوري، ما يزعل الله عليه الأخوات يمني، هو أيضا مشارك مع الأخوة السوريين. هي المأساة واحدة وكلنا بلد واحد. اللي شدني في هذه المبادرة هي مبادرة اسمها هيلب تيم، مجموعة من الشباب السوري ركزوا على المؤثرين في السوشيال ميديا من المؤثرين العرب من مختلف البلدان، يعني من أكثر من دولة، في شتى منصات السوشيال ميديا، يوتيوب وإنستغرام وغيرها. وهذا الجانب أظن أن غافلين كثير من المنظمات فيها، يعني ما شاء الله كثير من الدول مركزة عليها في الإعلام والإعلان أيضا. تحصل يعني بعض الناشطين أو بعض الناشطين في هذا المجال عنده ملايين، 10 مليون 15 مليون متابع ومتأثر معهم في هذا المجال. فهي فقط إشارة يعني الاستفادة من هذا المجال. شكرا جزاكم الله خير. أخونا الأخير ده تعالوا انتوا الاثنين عشان نقفل ديكم وبعدين بعد كده الأساتذة. أما بالنسبة خلاص أنا وقتي خلاص قلنا بعض لأن مفيش وقت وأنا قعدت الساعة 7 بالليل ما عنديش مشكلة. لا أنت من أنا ما قلتلكش كتير. طيب أرجع طالما جيت بس خلاص بس أوجز بقى عشان تاكل شو خالد ماشي يعني. الله يبارك فيكم. عبد اللطيف الزارق منظمة تكافل الشام، منظمة عمل التعليم والتمكين والسكوتة. ان شاء الله لا بجي نقطتين فقط مقترحين. المقترح الاول بدي ابدا فيه من حيث انتهت الدور طارق بموضوع الفتره، انه بعد ما يكون في فتره للمؤسسات بحسب ما يجمعوها من معايير او قيم يكون في مؤتمر شامل بس يقام على نظام الورش، ورش خاصه بالاعلام، ورش خاصه بالمناصره، ورش خاصه بالموارد البشريه، بيتم فيها تشارك المعلومات وبتطلع بدليل او خلينا نقول بيست براكتس، وبتم مشاركته مع اللجنة العامة لاتخاذ بعدين حد دليل ليطبق بهي المؤسسات وتتابعوا اللجان. النقطة الثانية الحقيقة هي كنت عندي رغبة أطرح من اليوم الأول، دكتور حسين أشار لأهمية وجود عقل وقيم بالمؤسسة. الحقيقة المشكلة اللي عم تواجه المؤسسات بالذات اللي تحصل على تمويل قد يكون كبير أو خفيف من المؤسسات الدولية هو التضارب والتصارع بين الناحية التنفيذية والناحية الاجتماعية القيمية بالمؤسسة. القسم التنفيذي بشد اتجاه التنفيذ حسب معايير المانع، والقسم القيمي بشد التنفيذ حسب شيء بيفيد المجتمع. الحقيقه نحن بحاجه بكل مؤسسه لقسم او ممكن يكون مجموعه اشخاص او حتى شخص، هذا الشخص مسؤوليته هو كيف يمحور المشروع او كيف يستفيد من المشروع اللي هو مبني على خطوات تنفيذيه بحيث يتم له او يعني يدخل له بعض القيم اللي اصلا بنيت رؤيه موظفه عليها. مشكورين الله يعطيكم العافيه. شكرا. عثمان انا ما خلاص ما بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. تحيه للجميع خصوصا استاذنا والوالد عن البنا ربنا يحفظه. وصراحه يعني انا مداخلتي عثمان صالح محمود من السودان، منظمه رواحي للتنميه، منظمه اغاثيه تعمل في مجال الطوارئ وكوادس والعمل الخيري بشكل عام. صراحة يعني المنظمات الغربية أو الأممية في السودان لا تقدم لنا شيء غير البلاوة، يعني دائما تدرب كوادر اليسار ودائما تدعم الخط الآخر ودائما تدعم المادة الكنز يعني السودان معروفة.
ضربتنا طيور وغيرانات في 2020 او 2020 لم تقدم لنا المنظمات الامميه سوى 600 مشمع فيها شعار حكا وزعت على المتضررين، وبهذا عملوا اعلام انه قدمنا الى السودان. لكن المنظمات العربيه والاسلاميه قدمت لنا كثير، يعني حتى فلسطين 48 قدموا لنا، اخواننا في اليمن بواسطه كويتيين قدموا لنا، اخواننا في تركيا بشكل كبير والحمد لله جزاهم الله خير، وكذلك يعني قطر وبعض المنظمات العربيه يعني قدمت لنا، لكن لم نجد من المنظمات العربيه. توصيتي ان نغب بعضنا البعض في سوريا واليمن وفلسطين وكل الدول هذه، ان نغب بعضنا البعض ونقدم لبعضنا البعض، في السودان يقدم الى سوريا وفي سوريا يقدم الى السودان وهكذا يعني، وفي اليمن انا لا اريد ان اطيل، لكن يعني السودان الان يعيش مرحله اقتصاديه ضعيفه جدا، والان الوضع الاقتصادي في بلادنا يعني متردي جدا وتحت خط الفقر، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع الوباء والبلاء من اهلنا في جميع العالم الاسلامي. جزاكم الله خير. عندك اقتراح ادير الاخوان. الاخ اللي كان موجود هنا ليه خلاص خلص؟ مش حد ثاني؟ قعد هنا؟ لا انا خلاص حقفل، معلش لازم تكون عندك رئيس الجلسه لازم يكون تلم وبارد ولازم ولطيف. لا مفيش لطيف. السلام عليكم. مش هختصر يعني، انا تحدثت اكثر من مره، لكن هناك نقطه مهمه. اقتراح فقط هو بناء قاعده بيانات مستخلصه من المشاريع التي يعني قاعده بيانات يعني تحدثنا اكثر مره على اهميه الداتا، يعني باعتبار ان المشاريع والجمعيات هي تنتج معارف واحصائيات، يعني لابد ان تكون يعني منصة تجمع كل هذه المعطيات، باعتبار أن النظرة التي ننتجها ونستعملها في بناء المشاريع هي نظرة مبنية على إحصائيات ينتجها منهم خارج العالم العربي. أنا يعني انطلاقا من خبرتي في البحث، هناك دراسات المستشرقين يعني منصة تجمع قاعدة بيانات تنتجها الجمعيات وتستعمل لتوجيه العمل الإنساني. الآن معلش بعض الإخوة هيزعلوا مني يعني عشان بس الوقت، وإلا هنقعد إلى ما شاء الله. أين الشاعر؟ أين الشاعر؟ أين الشاعر؟ نشوف الشاعر هيقول إيه؟ لو عجبنا كلام الشاعر هنقومه، ما عجبناش إن شاء الله يا شيخ. يعني بقى ما تقولش الشاعر العربي. شلون بالإنجليزي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاه والسلام على اله وصحبه ومن والاه. قلت تصافحت الاكف بكل ود ومن عبق الحضور العطر فاح، هنا الاخيار بين القوم دوما وبين الناس قد عرفوا صلاحا، مصابيح اذا ما الليل يغشى شموس إن شعاع الفجر لاحا، وشاخصة إليهم كل عين تعاني الموت أو تخشى الجراحا. سمعنا ما تطيب النفس منهم من الأفعال ما يعني النجاحا، بهم تحققوا دورا كبيرا ليبنوا الجيل أرقاما صحاحا، ومعطاؤون في البذل كرام لكل النائبات هم سلاحا. هذه قصيدة يعني بالعربي متقطعة. الآن نأتي إلى أرجوزة لم تطول إن شاء الله. قلت الحمد لله الكريم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعد فالشكر في الأولوية موصول للوكالة الدولية على قيامها بهذا الملتقى، سمت به أفكارنا في المرتقى، وكم وفيه كم لمسنا من فوائد من المبرزين والأماجد، تقلدوا أوسام أهل الخير فشيدوا سعادة للغير، وعنهم الرئيس بن عبادي وفقه المولى إلى السداد، ومن أتى بالمنتدى الإنساني أستاذنا الحبيب ذا هاني، وصاحب الوصول نعيدها ومن أتى
بالمنتدى الإنساني أستاذنا الحبيب هذا هاني وصاحب الوصول للحضور محمد ندعوه بن محفوظ وفي بيور هاند والبقية تمثل الأيادي النبية ومن بدأ منهم بدينارين ضعف الثواب نال في الدارين وهمة قد أيقظت شبابا وبلغت في فعلها الصواب وما يجيء من عطاء وما يجيء من يدي عطاء يشابه الكريم ابن الطائي وشكرنا موصول للمؤثر أستاذنا والضاح ابن خنفري ومن بعلم شرعنا خبير عصام شيخنا هو البشير وهاد من تقود للتطوير شعارها التعاون الحضاري وكل أخت شاركت في الحفل راجحة في فكرها والعقل وكل من أتى لهذا الملتقى وطاب معهم الحضور واللقاء فحبنا دوما لكم كبير والشكر والعرفان والتقدير وأختم القول مصليا على محمد حاز الجنان في العلا. كل واحد يستحق قصيدة بذاته. يا مصطفى 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 الزبرة من الطلاب الوكالة الدولية للتنمية. بعتذر ثاني. نبدأ بأخونا زايد. يعني هنطلب منكم رؤيتكم إلى ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد الحضور الكرام السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة يعني مؤتمر خلال الأيام الثلاثة الماضية هذا اليوم حقيقة فيه أعمار كبير للعقل والاجتهاد والثقافة والمعرفة بحيث أن الإنسان يعني أطلق لنفسه العنان حتى يستطيع أنه غير بعض التوصيات والمقترحات التي كان يأمل سواء أثناء تواجده داخل الملتقى أو قبل ذلك وهذه المقترحات هي من أجل صنيع من العمل ومن أجل أن نرتقي جميعا فيما نصبوا إليه أول يعني أمر أنا حاب أتحدث فيه وكان لي تجربة بسيطة فيه وأنا بعتبرها توصية من التوصيات اللي هي إنشاء اتحاد عالمي للمنظمات الإنسانية. هذا الموضوع حقيقة يعني يشغل بال الكثير وأنا يمكن استمعت الكثير من الإخوة اللي تحدثوا يعني يتحدثوا عن هذا المضمون بشكله العام وبمضمونه العام ولكن أنا أتمنى أن يكون من ضمن مخرجات هذا الملتقى إنشاء اتحاد عالمي للمنظمات الإنسانية هذا الاتحاد يستطيع بعد ذلك من أصحاب الاختراع يعني اللي عندهم خبرة إنه يفصلوا بعد ذلك كل محتويات هذا الاتحاد وكان لنا تجربة ولكن هذه التجربة لا أريد أن أخوض فيها ولكن كانت ناجحة لحد بعيد جدا 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 من خلال التشبيك والشراكات والعمل داخل مؤسسات كل دولة يستطيع الإنسان أن ينتسب لهذا الاتحاد بعد ذلك يكون لنا مكانة
كما كان يتحدث بعض الإخوان قبل قليل في النوازل، ويكون لنا رؤية واضحة في الكثير من الأمور التي ينبغي أن ندخل بها. ويمكن الجميع مدرك الحجم الكبير الذي تقوم فيه مثلاً اللجنة الدولية للصليب الأحمر. على غرار ذلك تعاملنا مع الكثير من الجهات، الكل كان يتحدث أين الكيان الإسلامي المستقل الذي يستطيع أن يجمع كل هذه المؤسسات. تحدثت عن 100,000 منظمة مجتمع مدني موجودة بالدول العربية والإسلامية. هذه المؤسسات بحاجة إلى رفع سوية، وبحاجة إلى مشورة، وبحاجة إلى كل المخرجات التي نتحدث فيها، لأن النهوض بهذه المؤسسات يجب الوصول إليها. وتجربتنا كانت هناك بعض المعايير التي ينبغي أن تتوفر بهذه المؤسسات حتى تستطيع أن تنتقل ويكون عضو فعال داخل الاتحاد العالمي. ولذلك هذا الاقتراح بكلمات بسيطة هو إنشاء اتحاد عالمي للمنظمات الإنسانية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حقيقة أثناء عملنا، أنا متخصص بعض الشيء بالأزمة السورية. أثناء عملنا أذكر قبل 8 سنوات و7 سنوات كانت الكثير من الجهات البحثية تأتي لمؤسساتنا، وبعد ذلك نكتشف أنه أغلب الأسئلة وأغلب الاستنتاجات بعد ذلك تكون هذه المرحلة المستقبلية المستشرقة إلهم اللي يطبقوها بعد ذلك. لذلك أنا أتمنى حقيقة أن يكون هناك بناء مراكز بحثية ومعرفة الاستشراق المستقبل، حتى العاملين يستطيعوا أنهم يتلمسوا الطريق بشكل دقيق وواضح أمامهم بالنسبة للمستقبل. بعض المنظمات، وأنا أذكر جيدا عندما قامت بإجراء دراسات داخل المملكة الأردنية الهاشمية لمدة 6 شهور، هذه الدراسة بأكد بنسبة 100% أنها تنفذ منذ 4 سنوات داخل أغلب الدول العربية، وأقصد بذلك الدراسات المتعلقة بعودة اللاجئين والخيارات التي طرحت بذلك الوقت قبل 8 سنوات اللي هي الإدماج والعودة وإعادة التوطين. هذه الأمور الذي كان بذلك الوقت يستطيع أن يدرك ذلك استراتيجية أو عمل مؤسسته بذلك الوقت أصبحت بهذا الاتجاه. وهم أقول أغلب المنظمات الدولية تعمل أو الجهات البحثية تعمل من أجل أنهم يضعوا الطريق سواء للحكومات يقدموها أو للجهات العاملة أو غيره. أنا أظن أنه إحنا بحاجة ماسة أن يكون عندنا مثل هذه المراكز البحثية الدراسية اللي تعطي استشراق للمستقبل وتسهل الكثير من الأعمال على العاملين داخل العمل، لأنه لما تكون رؤيتي واضحة وعارف ما هو المستقبل والطريق بكل تأكيد أنا راح أعمل بشكل صحيح وسليم ودقيق. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث تحديد الخطاب أو تجديد الخطاب المعرفي الثقافي الإنساني وإعادة النظر في بعض المفاهيم. أنا كنت مستمع جيدا للدكتور حسين عندما تكلم عن إعادة مفهوم التنمية. هذه المفاهيم، لأنه للأسف أنا أرى أنه صار لنا بعض الجمود في تعريف بعض المفاهيم. نحن بحاجة إلى نقلة نوعية حتى نستطيع أن نتواكب بما يتلائم مع تراثنا العربي والإسلامي حتى نكون واضحين فيما نريد. هذه المعرفة وهذا الأمر وهذه المفاهيم التي ينبغي أن يكون لنا بصمة كبيرة فيها تعطينا الكثير من المزايا التي نتعامل بها. الأمر الآخر، بناء منظومة قيم إنسانية من التراث العربي والإسلامي. أنا أظن أنه في بعض الكتابات وضعت بذلك، أذكر كتاب أخونا عباس عروة وضع له إطار عام بهذا الأمر، ولكن أنا أتمنى أن تكون هذه المنظومة شاملة وجامعة
لكل ما نريد بهذا الإطار وبهذا الوضع. الأمر الخامس، يعني هذا الملتقى حقيقة يعني أبدع في ما طرحه المحاضرون. هناك أشخاص قادرين على الإبداع غير موجودين. أنا حقيقة أتمنى إنه يعني نرتب مستقبلا إنه أغلب الدول العربية والإسلامية مثل هذا الملتقى يقام فيه هذا الملتقى حتى نستطيع إنه نتعامل مع كل الأفكار. قد تكون أفكار موجودة عن جهات أخرى غير الجهات. وأضرب لذلك مثل، قبل سنتين لغاية اللحظة هاي، قبل شهر كنا في مؤتمر، هذا المؤتمر كان في إيطاليا عندما شاركت فيه 7 دول. خلاصة المؤتمر أنه وجدوا أنه أكثر دولتين عندهم المقدرة على المعرفة، أكثر دولتين وعندهم طاقات معرفية، وأثروا هذا المؤتمر لمدة 2 عام دولتين الأردن ولبنان. مع ذلك كان معنا إيطاليا، كان معنا إسبانيا، كان معنا بلجيكا، كان معنا دول أوروبية. لماذا؟ لأنه العقل العربي زاخر بالفكر والمواهب، ولذلك إحنا من واجبنا أنه نبحث، نذهب إلى هذه الدول ونستطيع أن نقيم هذه الملتقيات يعني بأقل التكاليف ولكن بنتائج مهولة جدا حتى نستطيع نرفد هذا الشيء. الأمر السابع يعني الكثير تحدث فيه اللي هي عدم التبعية شركاء لا أجراء. تعاملنا مع منظمات كثيرة، وأنا بقولها للأسف يعني بشفافية تامة، الكثير من هذه المنظمات تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني على أنه يجي عندها وليس شريك، وهذه مشكلة كبيرة. إحنا إن ثقافتنا وإن مفهومنا وإن عاداتنا وإن تقاليدنا وعندنا الكثير من الأمور الذي ينبغي عندما نتعامل مع هذه الجهات أو هذه المنظمات يكون في توازن بالتعامل بيننا وبينهم. وأيضا ذكر الكثير من الإخوان أنه بعض المشاريع وبعض الأمور تناسب في منطقة معينة ولا تتناسب مع منطقة أخرى، ولذلك أتمنى عدم التبعية وأن نكون شركاء لا أجراء. المشاركة، هذا أمر ذكره أستاذنا الكريم والحبيب دكتور هاني، مشاركة بالنوازل. قبل تقريبا 3 أشهر كانت هناك ورشة عمل واستطعنا أنه إحنا نتحرك بشكل إيجابي وجيد. هذه الورشة كان لها علاقة بأوكرانيا، خطبنا ابتدأنا العمل بهذا الأمر من داخل السفارات. أنا شخصيا خطبت السفارات، السفارة الأوكرانية وبالدول الأخرى كانوا، خلني أكون دقيق معكم، هذه السفارات كانت عندها حالة من يعني من الذهول إنه دولة على سبيل المثال مثل الأردن بوضعها الاقتصادي وما إلى شبه ذلك تتحدث عن تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة في أوكرانيا أو بالدول المحيطة إلها. هذا الأمر كان له يعني لا أريد أن أدخل بالتفاصيل، ولكن يكفي أن أوصل الرسالة إنه شعرت بأنه هؤلاء شعروا أنه عندنا رسالة صحيحة وأنه إحنا نتكلم بالإنسانية ولا يوجد التمييز بالعرق باللون بالطائفة، لا يوجد نهائيا. ولذلك بعد ذلك بعثونا أكثر من دعوة حتى نستطيع نجلس معهم ونطلع على الدول ويكون عندنا نظرة قريبة. أنا أتمنى أنه إحنا يكون عندنا هذا الفكر أي نازل بالعالم يعني نستطيع نقدم شيء فيها. أختم بأمر يعني حقيقة أمر العلاقة بالشباب. أنا من الشباب، أنا يمكن عمري 54 سنة تعديت، يمكن كمان شوي بصير من الشباب 60 إذا تسمحوا، ولكن الأصل إذا بدنا إحنا رؤية مستقبلية وبدنا بناء أجيال يجب أن يكون للشباب العربي المسلم دور فاعل في الأعمال التي نقوم فيها، وأن يتبوأ هؤلاء الشباب المراكز القيادية لأنهم هم الباقون لغاية هذه اللحظة ويستطيعوا
أن يقدموا الأشياء الكثيرة التي يمكن أن نستفيد بها. ونحن في أكاديمية الرواد في دولة الكويت قمنا بالكثير من الأعمال اللي بتدخل في ضمن هذا النطاق اللي أنا ذكرته. وبالنسبة لمنصة تكامل أيضا قامت ببعض الأعمال المعرفية والبحثية للآن عمالها بتقوم فيها، ولكن الأصل أن يكون هذا الجهد وهذا العمل جماعي من الجميع. أعتذر عن الإطالة وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. انسجاما مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أسأل الله عز وجل أن لا يكون كلامي هذا مدحا، إنه إذا صح الحديث أحثو في وجه المداحين التراب، لكن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. دكتور هاني بنا، هذا الكلام الذي سأقوله له ما بعده. دكتور معي لا لأن أشكرك لأنني سأكلفك بالمهام بعد هذا الشهر. أنت مرجع وشيخ في العمل الإنسان، والكل يقدرك ويصغي إليك. لذلك أقول لا نريد أن نكون تجار كلام. لقد كل منا حضر مؤتمرات وملتقيات متعددة، لكن السؤال الذي نتساءله جميعا، بماذا خرجت هذه المؤتمرات؟ ربما خرجت بأشغال دونت وطبعت في كتب كالوسائل، لكن ما هو الأثر الذي أحدثته هذه الملتقيات؟ لا نريد أحبتي أن نكون في هذا الملتقى تجار كلام. لذلك أقول سيدي، أنت شيخ العمل الإنساني وأنت مرجع، وأعتقد أنه من أراد أن يدشن عملا في هذا القطاع فينبغي أن يأخذ الإذن منك وأن يأخذ السر. لذلك أقول إنه وكما قلت في سابقا إنك تريد أن تموت وأنت تتعلم، نقول دكتورنا الحبيب مت فارغا، بمعنى ما زال في جعبتك الكثير مما تصنع وتفعل خاصة في هذا المجال. قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كانوا لا ينتقلون من آية إلى آية أخرى إلا بعدما يتأكدون من أنهم ثبتوا هذه الآية في سلوكهم وحياتهم. وسيرا على نهجهم نريد أن يكون لهذا الملتقى أن تكون له مخرجات إن شاء الله تعالى. لذلك فإننا في المركز الدولي للقيم الإنسانية والتعامل الحضاري نتشارك معكم هذه المقترحات. أولها بداية ندعو إلى تجديد النيات، بأي نية وبأي إرادة وبأي فهم، بأي نية أقوم بهذا العمل الإنسان؟ هل من أجل السمعة؟ هل من أجل أن يقال أحسنت؟ هل من أجل دنيا نصيبها؟ أم من أجل مرضاة الله؟ ينبغي جميعا أن نجدد النيات، فالنيات تحول العادة إلى عبادة. هذه أولا. ثانيا وهذه أشرى أقول، يعني كما قالت خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءها الوحي أول مرة وجاء فزعا، قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وما إلى ذلك. فإذا هذا عمل شريف جدا. أقول أيضا لإنجاح عمل هذه المنظمات العاملة في القطاع الإنساني لابد من إلى إنجاح هذا العمل من توفر شرطين تحدث عنها الإخوة جميعا، تحدث عنهما وما شرطا الأمانة والقوة. أبدأ بشرط الأمانة. شرط الأمانة يتطلب شيئين، أولا إطار نظري تأسيسي تأصيلي للعمل الإنساني، وأعتقد أن محاضرة الدكتور عصام بشير تفي بهذا الغرض، هي إطار لا يكفي، هي إطار تأسيسي تأصيلي. وهذه الرسالة أعتقد أنه من الواجب أن تطبع وأن تكون إطار نظري تأصيلي لهذا العمل، لكنه غير كافي. الذي يكفي الذي يتمم هذا العمل هو ضرورة صياغة ميثاق أخلاقي للعمل الإنساني.
يمتح هذا الإطار من أخلاقيات العمل ومن أخلاقيات المجال المتداولة كما يعرفها نحن وكما يعرفها غيرنا من غير المسلمين، لكنه أيضا يمتح من 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 شريعتنا ومن قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والكل يعلم أحبتي أن العاملين في القطاع ليسوا ملائكة، قد وقعت أحداث من قبيل خيانة الأمانة، لذلك لا بد من ميثاق أخلاقي يتضمن معايير محددة ننضبط جميعا لها من أجل أن يكون عملنا عملا منضبطا بهذه الضوابط. ولذلك هذا العنصر الثاني من عنصري شرط الأمان. الشرط الثاني هو بناء القوة. بناء القوة يتطلب تأهيل العاملين في المجال الإنساني، وأقترح إجراءات. إجراءات التالية: أولاً التدريب، أولاً عنصر التدريب. وفي هذا الإطار أقول ينبغي أن نستفيد من 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 المنظمات التي نتوفر عليها في هذا الإطار، ومنها HAD التي تشرفنا بالاستماع للدكتور سيد. أيضاً نستفيد من أقسام التدريب المتوفرة في المنظمات العاملة في القطاع. كل اعتقد ان كل منظمه يعني تابعه خاصه الاسلاميك ريليف لها قسم خاص بالتدريب، ينبغي يعني ان نستفيد من هذه الاقسام. هذا يقتضي اذا اردنا ان نعد دليلا تدريبيا، وقد وردت في بعض المقترحات، اذا اردنا ان نعد دليلا تدريبيا ينبغي ان نعد لذلك عدته، وهو ان نقوم بدراسه، لان هناك متطلبات لا نحتاج فيها الى دراسه، هي متطلبات عامه، ولكن فيما يتعلق بالاحتياجات الخاصة لا يمكن أن نبني على الانطباعات، لا بد من بناء دراسة علمية فيها استبيانات وفيها مقابلات وكذا إن شاء الله تعالى من أجل إعداد هذا الدليل. يعني إذا هذا المقترح هو إعداد دليل يكون مرجعا في مجال التدريب لمختلف المنظمات، يعني نوحد هذا الأمر يكون لنا مرجع إن شاء الله في التدريب. المسألة الثانية في إعداد القوة هي إعداد دلائل معرفية عامة تتضمن الأطر النظرية للاشتغال، مثلاً وهي دلائل مرتبطة بالعمل الإنساني، من قبيل مثلاً إدارة المشروعات، من قبيل مثلاً مجالات العمل الإنساني، من قبيل أهمية التفاوض وأساليب الإقناع، من قبيل أهمية الشراكة. وهذه أطر نظرية لا نحتاج فيها إلى دراسة، أطر نظرية ينبغي أن تتوفر، كل منظمة تريد أن تشتغل تجد هذه الدلائل العلمية المعرفية التي تؤثر عملها. ثالثا إعداد دلائل منهجية، في البداية قلت دلائل نظرية، ولكن هذه في العنصر الثالث إعداد دلائل منهجية تجيب عن السؤال كيف، مثلا كيف أحصل على الدعم، كيف أقوم بتغطية إعلامية لعمل الإنسان، كيف أوثق، كيف أرشد، كيف أحاسب، كيف أحكم. هذه الدلائل ينبغي أن تجيب عن الكيف، وبالتالي هي دلائل منهجية لا بد في الانطلاق منها من 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 احتياجات المنظمات. إذن هذه دلائل، ثالثا دلائل تجيب عن الكيف، رابعا دلائل اعتبرها دلائل خبرات وتجارب، تتضمن تجارب ناجحة في مختلف مجالات عمل الإنسان، أشرطة فيديو ومقاطع توثق لهذه التجارب مثلا، إجراء أيضا مقاطع فيديو توثق أو يعني أو حكايات كما تحدث الأستاذ أسعد طه. المهم أن نوثق للتجارب الناجحة في مختلف المنظمات العاملة في العمل في قطاع العمل الإنسان، وأن تكون هذه الوثائق وهذا الدليل، نقول دليل إعلامي، هذه المحتويات تكون رهن إشارة كل منظمة تريد أن تشتغل في هذا المجال. طيب أختم بالإجراءات، إجراءات تنظيمية، هذه الأمور تتطلب إجراءات تنظيمية. أولاً جمع بيانات الملتقى وإحداث مجموعة خاصة بالملتقى في إحدى المنصات الاجتماعية، اقترح مثلاً منصة التليجرام، يعني كل البيانات المتوفرة عن الجمعيات والمنظمات وكذا تنشأ مجموعة لهذا الأمر في التليجرام، ومن أجل إن شاء الله تعالى التواصل وكذا. هذه أول شيء، إذن جمع بيانات الملتقى وإحداث مجموعة لهذا القرار. ثانياً إحداث مجموعة أو لجنة لتنسيق الجهود، تكون وظيفتها الأدوار التالية: الاتصال بالمنظمات العاملة في المجال،
تحديد مواعيد وأجل إنجاز، وضع الخطط والتشاور بشأنها مع المعنيين، التوصل بالمشاريع والمنجزات، القيام بمختلف الإجراءات من أجل المراجعة والمصادقة، إعداد أرضية تحضيرية لإحداث إطار قانوني يجمع المنظمات العاملة في العمل الإنساني، يتوجد يعني تحضر يعني أرضية قانونية من أجل إن شاء الله تعالى إطار يجمع هذه المنظمات، يمكن أن نسميه الائتلاف العالمي لمنظمات العمل الإنساني أو ما شئنا. ثم آخر دور من أدوار هذه اللجنة المسخرة هي الإعداد للملتقى المقبل. إن شاء الله تعالى في الملتقى المقبل ما المضمون في الملتقى المقبل أن يكون هناك عرض لمختلف هذه المشاريع والإنجازات، ثم الخروج بإطار تنظيمي مثلا نسميه اتحاد منظمات العمل الإنساني أو أي تسمية إن شاء الله تعالى في هذا الإطار. وشكرا. دكتور رسالة كحلوت هو قام من القامات الأكاديمية والمهنية والحرفية والميدانية، جمع كل إحسان الحسنى إحسان الإحسان في شخصيته، فهو غسان وإحسان في نفس الوقت. السلام عليكم. الصوت عالي كثير. أنا عادة صوتي منخفض بس الميكروفون حاس من أنا من الصوت عالي كثير، فإذا كان خليه بعيد يعني. شكراً كثير دكتور هاني على تقديمك الجميل، وشكراً على دعوتك، وشكراً على إتاحة الفرصة لي، وشكراً للمنظمين على إتاحة الفرصة لي للحضور هنا، وشكراً للإخوة على النقاط الشاملة المنظمة اللي فيها خطوط واضحة تماماً. لن أطيل عليكم لأنه يعني أطلنا في الوقت أكثر من ما هو كان متوقع، وأتوقع أن السيشن الموجود بعد الغداء أصلاً هو مش سيشن سهل، فعايز بس بعض الملاحظات وبعض النقاط. لم أضيف كثيراً عن النقاط التي تفضل فيها الإخوة والزملاء، يعني هي ما شاء الله نقاط ممتازة جداً. حبدأ بس ببعض النقاط البسيطة ولم أطيل كثيراً في الحديث. الأولى اللي هي موضوع اللي أثير كثيرا في النقاشات عن موضوع اللوكاليزيشن أو توطين الاستجابة الإنسانية، وهو أحد المواضيع اللي تعتبر تريندينج في العمل الإنساني الدولي حاليا، على وخاصة بعد مؤتمر القمة الإنساني في 2016، إنه منظمات دولية تتحدث كثيرا عن موضوع توطين الاستجابة، وحتى الآن ما فيش نجاحات كبيرة على الانتقال من المنظمات الدولية الكبيرة إلى بعض المنظمات المحلية والمنظمات الوطنية في البلد. ويعزو ذلك يعني الموجود في الأدبيات اللي كتبت على هذا الموضوع، لأن المنظمات مش فقط اللي بتلوم نفسها، كمان هي توجه اللوم للمنظمات الموجودة سواء في بلادنا في اليمن أو في فلسطين سوريا، بتتحدث عن نقاط كثيرة اللي هي بتكون عوائق أمام توطين الاستجابة والشراكة الكاملة أو إعطاء الجزء اللي كان يعني ربع في المية من الميزانيات 25% من موازناتها إنها تروح للمنظمات المحلية، وهي تتكلم على يعني أشياء إحنا بنعرفها في المنظمات المحلية وبنتكلم عليها دائما في لقاءاتنا، بتتكلم عن ضعف الحوكمة، بتتكلم عن اللي هو الإطار المجالس الأمناء اللي بتتدخل في العمل التنفيذي، بتتكلم عن موضوع اللي هي عدم الشفافية المالية، بتتكلم عن كشوفات مستفيدين تظهر دائما اسماء العوائل اللي هو موجود منها اعضاء المنظمات، بتتكلم على انه في غياب مهني في تقديم البروبوزل واعداد المشاريع، يعني الستاندرد اللي هو العالمي الموجود المتوقع من المنظمات المحليه، يعني تشكو منه المنظمات الدوليه وتتوقع بان المنظمات المحليه المفروض انها تبذل جهدا اكثر لهذا الوصول. يعني أنا أستوعب تماماً وجهة نظر المنظمات المحلية أن يطلب منها أكثر مما تستطيع عمله، وهي مراحل يجب أن تأخذ وقتها حتى تنضج. هذا يقودني إلى شيء آخر أظن من موضوع التريندينج في العمل الإنساني الدولي اللي هو البروفيشناليزيشن، أو إذا يعني أردت ترجمة المصطلح اللي هو السعي إلى المهنية، أو إنه ما بعرف إيش المصطلح المناسب. Professionalization of humanitarian action. تمهين بتطلع كلمة.
تمهيل اكثر اذا القاعده او ايش نتيجه الاحتراف صعبه. المهم انه تاريخيا عمل انساني هو بناء بالناس اللي هم اصحاب النوايا الطيبه. دكتور عني اذا ناخذ المثال، دكتور عني طالب طب بيعمل دراسات عليا، واكيد طالب طب في بريطانيا عايز في ذلك الوقت انه يكون مجد يعقوب اخر يحلم بهذا الموضوع، لكن اخذته قوه التطوع وحب الايثار وانه يعمل منظمه الاغاثه الاسلاميه، والاغاثه الاسلاميه تكبر وظل هو طبيب في المستشفيات البريطانيه وظل يكمل الدراسه لغايه ما اتت مرحله التسعينات، وهذا كان اتجاه عالمي فقط مش مرتبط بالاغاثه الاسلاميه. في التسعينات كانت اللي هي المآسي الكبرى رواندا والبوسنه وتفكك دول شرق اوروبا والحروب اللي صارت، هذا دعا لانه فشل المنظومه الانسانيه الدوليه، بل يتكلموا بشكل كبير جدا عن الاحترافيه المهنيه او ايش سميناها؟ انه يصير العمل الانساني اكثر احترافيه، ووجوب الاحترافيه في العمل الانساني الدولي. لو احنا اذا عايزين انه احنا نتعلم من التجارب الدوليه، يعني اعود لكلام سعاده السفيره صباحا على انه اخذت اوروبا عصر النهضه قرون، اخذ الولايات المتحده 100، أخذ النمو الآسيوي 50 سنة. فإذا عايزين نتعلم من تجارب الآخرين ونسقطها عنا، الاحترافية واضحة في أو الاتجاه الاحتراف في المنظمات الغربية كان واضح تماما، يعني على الأطر الحوكمة، على مؤسسات أكثر فعالية، على ستاندرد معايير واضحة، ثورة المعايير اللي بنعرفها كلنا من معايير سفير لمعايير السي اتش اس، الكثير من المعايير اللي استحدثت من اوجه الاحترافيه اللي صارت في العمل الانساني كمان اللي هو الدرجات الجامعيه. يعني من سنوات التسعينات والجامعات الغربيه بتطرح ماجستير ودكتوراه في العمل الانساني. من مواجهه الاحتراف انه صار عندك مكتبه عملاقه اكاديميه في مجال اسمه العمل الانساني، احنا بنعرف علم الاجتماع، بنعرف علم السياسه، العلاقات الدوليه اللي هي المجالات التقليديه في العلوم، لكن عمرنا ما كنا بنتوقع انه في حجم في العمل الانساني، حنكتب ايش الثيوري اللي فيه، ايش النظريات، ايش لكن نجحوا في انهم يعملوا استحداث لاقسام في هيك تخصصات انتشرت في الجامعات الغربيه بكلها الان، فيها تخصصات بتعطي الماجستير وبتعطي الدكتوراه في العمل الانساني، وحتى في جامعه بريطانيه بدات انها تعطي بكالوريوس، يعني 3 سنوات دراسه في العمل الانساني. فهذا يعني هذه وجوه احترافيه موجوده، في حاجات اخرى لغايه انهم بدوا الان يتكلموا عن موضوع انه علشان الطبيب يشتغل في الطب بيلزموا شهاده الطب وبيلزموا امتحان ممارسه المهنه، يعني اذا بدي اتكلم عن الحاله البريطانيه اللي هي الجي ام سي، عشان يكون طبيب اذا فقد هذه الاشياء لم يكن طبيبا، المهندس عشان لازم يكون معاه شهاده في الهندسه، اي تخصصات لها علاقه بحياه البشر بتكون صعبه جدا في الحصول على اللي هي فرصه ممارسه المهنه. فاذا كان العمل الانساني صعب وله علاقه بحياه البشر، فلماذا لا يكون له مثلا رخصه لممارسه المهنه؟ المهم هذه يعني الحاجات الموجوده في العالم، يعني احاول بس تسليط الضوء عليها بسرعه بدون تفصيل كثير. لو انتقلنا للمنطقه العربيه حاليا او المنطقه، انا يعني اجد في كلام الاخوه والزملاء يعني الكثير من النقاط الشائحه، لكن احب اضيف عليها انه يعني لا نريد، يعني نريد ان نتعلم من التجارب الدوليه ولا نريد ان نكرر ما فعله الاخرين، احنا نريد ان نبني عليه. يعني موضوع مظلات جديدة يعني يحتاج الكثير من الدراسة والتعقل، يعني الدراسة الكافية، يعني لماذا أريد أن أبحث عن مظلة جديدة وهناك مظلات؟ لماذا لا أعزز حضوري في المنظمات الدولية وفي المظلات الدولية ويكون لي حضور فاعل مؤثر؟ مع أن مؤسسة المنتدى الإنساني، لماذا لا نستفيد من الدكتور هاني ومؤسسة المنتدى الإنساني في أنه يكون هذا جزء من عمل المنتدى الانساني اللي هو منوط به من ساعه نشاته من 17 سنه يعني. ليش اروح اعمل مظله جديده؟ في حاجه في الجامعه العربيه كمان اللي هو مع الشيخه قصه الثاني، وهي كانت يعني تتكلم معي من شهر تقريبا على موضوع انه هي عايزه تعمل داتا بيز لموضوع المنظمات العربيه العامله في المجال الانساني. فلماذا لا يتم التخاطب معاها في القسم وعمل الداتا بيز المطلوبه؟ بالنسبة ونفس الكلام برضه مع مؤسسة الـ OIC، نعم منظمة التعاون الإسلامي،
في زمن ما كان سعادة السفية موجود كان لها جهد عملاق في موضوع التنسيق ولا لا أدري لماذا اختفى الآن، بس كان مجهود كبير جدا حتى أنهم بنوا في الأكاديمية الغربية لودي آي اللي هي معهد التنمية الدولية في بريطانيا كتبت مقالة عن في الصومال على إنها بديلة الأجهة. هذا الكلام تقريبا 2013-2014. فإحنا في حاجات كثيرة اللي إحنا ممكن إنه ندخل فيها وننهي بدون ما إحنا يعني نجهد أنفسنا في إنه نخلق قطوة جديدة. القطوة موجودة نحاول نخش فيها ونحاول نستفيد منها، ولو في أي سؤال آخر نستطيع الإجابة عليه بس احتراما للوقت. طيب هي فقط نقطة أخيرة هي على موضوع الاهتمام بالبحث والأكاديمية. هذا جزء كثير مهم في موضوع تطوير العمل الإنساني واللجوء الاحترافية. يعني في الغرب الآن من التسعينات تحديدا في مجلات متخصصة أكاديمية بتنشر أبحاث أكاديمية عن عمل إنساني. في أكثر من واحدة بيهتموا هذه المجلات الأكاديمية هي أصل يعني التغطية الأكاديمية هو اللي بعد كده نستطيع نبني عليه ويتم تطويره ودراسة التجارب الإنسانية الموجودة عندنا. هذه واحدة مجلات موجودة باللغة الإنجليزية، يعني مفروض إنه يتاح هذا الإنتاج الموجود هنا. إنه إذا إحنا نفكر إنه يتاح الإنتاج هذا باللغة العربية، إنه إحنا نقنع الناس اللي بتنتج باللغة الإنجليزية إما إنه إحنا نبدأ بالإنتاج باللغة العربية أو إما إنه نعمل على مشروع ترجمات للمقالات الغربية إنه نعملها باللغة العربية. وإحنا عن نفسي كمدير مركز دراسات النساء والعمل الإنساني عملنا اتفاقية مع معهد التنمية الدولية في إنجلترا على موضوع إنه إحنا نأخذ مقالات منتقاة من مجلة اسمها مجلة الكوارث، وهي تقريبا أقدم مجلة من السبعينات من 77 وهم بيعمل مقالات. نأخذ مقالات ونعملها ترجمة على إنها تكون متاحة للجمهور العربي للمقالات الأكاديمية. الثاني على موضوع اللي هو التدريب الأونلاين، إنه إحنا يعني في كثير من الأشياء أدوات التدريبية متاحة أونلاين مش محتاجة إنه أو أعمل إطار جديد بصراحة. اللي هيومانيتيريان ليدرشيب أكاديمي غير هيومانيتيريان أكاديمي فور ديفلوبمنت هي مبادرة موجودة من سنوات طويلة وموجود عليها عدد كبير من الدورات كبير جدا باللغة الإنجليزية باللغة العربية كل اللغات موجودة وفي دعم كبير. أنا أتذكر دكتور هاني كان حكى لي إنه دعم المبادرة الأمير وليد بن طلال وكان يعني 20 مليون باوند. هل ما في دورة في الدنيا في العمل الإنساني لن تجدها هناك وبتمنحك شهادة فورية فيها. أنا يعني أعطيها لطلابي في الماجستير إن هم ورد بتاعهم إنهم يأخذ دورات في هذا الموضوع إنهم يشتغلوا عليه. وما في ما بعرف إذا في حاجة إنه أنا أعمل حاجات جديدة. الأونلاين هو المستقبل بطبيعة الحال، موجودة كثير من الأشياء. بالضبط. حاجة ثانية يعني اللي من خبرتي الحديثة جدا هاي إنه إحنا الآن في دول الخليج أسعى مع اللي هو حاجة اسمها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر إنه إحنا نطلب ماجستير تنفيذي للعاملين في المجال الإنساني، مش ماجستير أكاديمي، ماجستير تنفيذي واللي هو بيعطي البيزك سكيلز في العمل الإنساني ولمدة سنة، ويكون الهيئة اللي هي مسؤولة عن تنظيم قطاع العمل الإنساني في دولة قطر من شدة حماسها لهذا الماجستير تعتقد بأنه في المستقبل قد يكون من يعني سيجبرون كل من يعمل في العمل الإنساني على اجتياز هذا الماجستير لمدة سنة لكي يكون قادراً على مواصلة العمل في هذا المجال. يعني هي بالتأكيد على أهمية التعلم والمعرفة. أنا شاكر جداً وأسف جداً للإطالة عليكم وإن شاء الله من حاضر. أنا ليس عندي ما أضيفه. نعم. ده سعاده السفير هو بتاكل. احنا اتفقنا مع السيد هو ما عندوش حاجه وانا بقول السيد ما عندوش حاجه. ما عنديش ولا عندي ايه بقى؟ لا انا ما عندي. لا ما عنديش. انت عندك كل شيء يا سيدي والله. انت المعلم. ده انا بلبس عينها من النهارده للصبح. اهلا وسهلا. ودكتور بعد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا حقيقه ما اعطيه لان ما عندي اضافه على ما قيل. انا بثني على ما قيل كله. وخير الحديث حديث ما قل وجل لانه الكلام جيد فلا أريد أن أفسد الكلام الجيد الذي يقيم بالذات كلام الدكتور غسان الأخير. بارك الله فيك. أنا أعتقد أنه يعني هذا المنتدى قيم جدا حقيقة وقيم يا إخوان لأنه إحنا لأول مرة بعد الكورونا بدنا نلتقي الآن مباشرة ولذلك الناس كلهم حريصين يسافروا ويصلوا ويتكلموا ويقابلوا بعضهم بعض
ويتعرفوا كذا فزيك اللي فهل الوقت مناسب جدا بالنسبة لنا. وفي سنتين انقطع التواصل بالمؤتمرات مباشرة، ليس بالعمل الإنساني، بالعمل كله حقيقة انقطع. ولذلك هذه العودة جاءت وقت مناسب جدا بالنسبة للناس، حماس كبير جدا واضح من الناس الموجودين. لكن ده يعني فقط النقطتين اللي هتكلم عنهم قالوا الأخ دكتور رسان، أنا أخذ فيها جانبين. الجانب الأول إخواننا، أنا ما ميال لقضية إنشاء اتحادات بتجربة العمل الطويل اللي عملتها في العمل الإنساني. الناس أحيانا بيعملوا نوع من الكواليشن، تحالف لقضية بعينها في النهاية. الفكرة الأساسية اللي قالها طارق، أنت بالنهاية لو في كواليشن بيجمع مجموعة، الكواليشن الميزة فيه كل حد موجود في مكانه، عنده اسمه، عنده آليته شغال بها. لكن بيتفقوا أن والله في أزمة، في مجاعة في الصومال، احنا هنعمل تحالف في الصومال، ولا تحالف في أفغانستان، ولا تحالف في سوريا. بيتجمعوا كلهم لكن بيتكلموا بلسان واحد. فإذا كان واحد عنده 100,000 دولار والثاني عنده 500,000 والآخر عنده مليون، هقول هندخل الموضوع السوري لهذه السنة هندفع 15 مليون دولار، دي قيمة كبيرة جدا حقيقة. بدون ما يكون أي واحد أصلا أثر على الاستراكشر بتاعه الموجود فيه. نمرة اثنين، بيعطيهم لسان في الدعاة الدولية، يعني أنت لما نتكلم أي واحد منا بإمكاناته هو يتكلم، يقول إحنا أنا كبير تكلمت كنت المنظمات الغربية، يتكلم بمليونز مليونز، إحنا نتكلم عن آلاف وعن ملايين قليلة. ولذلك كل واحد منهم يتكلم بلسان يتكلم بشيء قليل، لو تكلموا مع بعض بلسان واحد يتكلم بمبالغ كبيرة جدا. فأنا أفتكر دي حق القضية اللي نفكر فيها يعني. الآراء التي قيلت، أنا أعتقد أن كوبي اللجنة، لو اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر تداولت هذه الآراء بينها بالزوم، والزوم أصبح وسيلة مهمة جدا للتلاقي والتواصل، وشارك بعض الناس ممكن بلور هذه الأفكار بلور عملية، تبتعد عن الحماس وتكون ميالي للواقع بصورة جيدة. وأنا أختم بأن يقول والله هذا المجال محتاج أنه كل منا يسعى إلى تأهيل نفسه في هذا المجال، محتاج إلى ناس مؤهلين في المجال. وأفتكر دكتور عصام قال كلام مهم جدا، يقول الآن أونلاين ممكن تجد دورات كبيرة جدا في العمل الخيري والعمل الإنساني في مجالات مختلفة. أنا بالذات بقول للشباب، التأهيل العلمي والأكاديمي مهم جدا لكم في هذا المجال، لأنه إحنا عاوزين نخلق ناس عندهم المقدرة وعندهم المهنية والحرفية التي يقود بها هذا العمل إن شاء الله. شكرا لكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله. السلام عليكم. أنا في الحقيقة قلت لسعادة السفير من بدء إن أنا مش هقدر أضيف حاجة بعد ما نضاف، لكن عشان الدكتور هادي بس مش موجود فأنا هملى الفراغ. بس أنا بس عايز أقول، لما الدكتور هاني البنا عمل المؤسسة كان عنده كم سنة؟ 31 32. فأنا بقول إنه من النشاز إن سيد الزناري 63 سنة لسه ممكن يشتغل. والجيل ده عجبني اخونا اشرف وهو بيتكلم، لما قبل ما يتكلم وكان البرزنتيشن بتاعته رائعه، قال انا بشكر استاذي مين؟ ياسر. ولو سالته ياسر تحديدا مش حاجه، هيقول لك سيد الزناري ما شاء الله. وانا بقول ان في بيني وبين الدكتور هاني جيل تاني، انا لا اتصور ان انا ابقى وطارق يعرف ده زي الدكتور هاني، حتى لو بيني وبينه مثلا 5 سنين ولا 6 سنين، لكن المتقلب اشرف هيبص لسعاد وممكن يبقى استاذها. أنا أحمد الله إن هذا الجيل الموجود ده الذي لم يحدث من 500 سنة في عالمنا الإسلامي والعربي، إن بقيت في جيل 2 3 4 كله بيشكر بعض. خالد العيسى قال وسيد الزناري قال، لكن هو راح علم أخته بتعلم بنتي. الجيل ده في الحقيقة ماشي بشكل، دي نقطة. النقطة الثانية، أنا بعتذر لحضراتكم على طريقة الجلوس، أعتذر بشدة في الحقيقة، وأخونا وئام يعرف. ما كنا نتصور يا اخ وئام واحنا قاعدين في القاعه اللي كانت تلت دي قبل 3 شهور واحنا بنعمل لقاء ان العدد ده هيجي، ما كناش متصورين في الحقيقه. وبعتذر للاخوات اليمنيات واليمنيين، هذا المؤتمر ليس لسوريا وليس لليمن، ولم نكن ابدا نفكر لا سوريا ولا اليمن ولا حاجه، فلم تكن مقصوده ولم تكن مقصودة. لكن عايز اقول انا من الناس اللي زي اخواننا الكرام، احنا كنا في افغانستان وفي رواندا وبروندي والصومال والبوسنه وكوسوفو مع اسلام كريم على مدى 25 سنه كنا في كل حته. التجربه السوريه عندها يونيك فاليو، عندها تفرد في قضيه واحده. احنا لما نزلنا الصومال كان في مشاكل في الصومال، مجاعه في الصومال، مؤسسات عملت في الصومال ثم اختفت. وفي السودان كان في كوارث كتير وفي منظمات، وفي افغانستان وفي البوسنه. الدوله الوحيده على حسب ما ارى التي حدث فيها نضج مؤسسي
قبل الثورة لم يكن المجتمع السوري يعرف كثيرا عن المجتمع المدني، ربما الكونسبت ما كانش موجود، وطلع ناس طلعوا عملوا مؤسسات، وده ما ممكن حصل قبل كده، لكن قدروا يغيروا في المؤسسات الدولية والفاليوز وقيمة المية والسفير ويغيروا حاجات كتير. مش ده اللي حصل، أكتر إن عملوا شبكة تجمع المؤسسات وشبكة تاني وشبكة تاني، ثم عملوا رابطة للشبكات. بمعنى إيه؟ هناك مؤسسات الدكتور عبد الرقيب موجودة في اليمن كتير، الوكالة بدأت تعمل ده، وكالة ليست تقدم خدمات للمحتاجين وإنما تقدم خدمات للجمعيات، الألتيميت جول بتاعها الجمعيات. لما بكلم الدكتور عبد الرقيب ما بتكلمش عن المحتاجين والأيتام، لا، ده أنا بتكلم على مستوى أعلى، أنا أقدم خدمات للذين يقدمون الخدمات. فإذا كان الصف الأول موجود فالتجربة السورية في الحقيقة مميزة، وأنا شايف الدكتور عبد الرقيب لقط المسألة دي وبدأت تتكرر تاني، ففيهم ريال شيء. القضية الثانية، أنا استحيت الدكتور لما لقيت الأخوات والأخوة بتاع أونلاين ده، وأرجو لو نعمل مؤتمر تاني يا ريت نحط شاشة كبيرة لنا، عشان وإحنا قاعدين معانا 80 شايفين قصادنا 200 300 400، بحيث لما أتكلم ما أبصش هنا، أنا بحاول أبص كده وأبص كده، أبص على الشاشة، أبص على، أعتبر لأن في الحقيقة everything can be virtual will be virtual. الدنيا هتتحول للفيرشوال كلها، بحيث احنا كلمنا الناس دي لكن ما كانوش في ذهننا، لما جاوا في الاخر هتلاقيهم هم باصين علينا، فانا اشعر بالحقيقه ان هم كانوا باصين علينا وانا مش واخد بالي ان هم موجودين خالص. انا بس كنت قلت ببدا الفراغ لحد حضرتك ما تيجي نخلص، وما كانش في حاجه. اذا كان في حاجه فانا بقول في بدايه الاعداد لهذا الكلام، انا شخصيا كنت متبني والدكتور هاني يعرف ان نعمل ورك شوبس تريننج، وانا عندي قناعه ان الناس محتاجين تولز، ازاي يكتب بروبوزل، ازاي يعمل حاجه، ازاي يعمل ده. استاذي الدكتور هاني اللي ما ينفعش اقول الدكتور هاني قال لي سيد بطل من الميكانيكيه اللي انت شغال فيها دي وخليك تشتغل في الحاجات، ما كنتش موافق لكن اتعلمت كتير اشكرك. الكلام اللي اتقال النهارده انا تقريبا اول يعني فعلا انا بقالي اكتر من 25 30 سنه في تحول حصل في فكري في الطريقه اللي اتكلمنا فيها بتاع الدكتور عصام والدكتور والاخ رضاح قنفر والدكتور سيف، يعني فعلا كان مساله نظريه. وانا قلت فكرت لاخويا هاني احنا بنتكلم على حاجه لكن ما كناش عارفين اسمها، لما ربنا سبحانه وتعالى كرم سيدنا ادم قال وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه، عرض ايه؟ لا اسماء ايه؟ هي الاسماء بتعرض، عرض المسميات. انا ارى ان الانسان يتطور عندما يعطي المفاهيم الجديده اسم يستطيع يتطور. اخويا هاني واخويا غسان والاخوه الكرام في حاجات كنا بنتكلم عليها بس ما ادناش، العالم الغربي اعطى الاشياء اسم لما بيقول البروفيشناليزم. من الحاجات الجديده تريبل نيكسس ابروتش، يا ريت حضراتكم تشوفوا التريبل نيكسس ابروتش، حاجات حلوه لكن اخوك هاني كان بيتكلم عليها لما بيقول لما نيجي نقدم اغاثه افتكر في الاغاثه دي ناتجه عن مشكله تحتيه في المجتمع في السيستمز الموجوده، ففي دي التنميه. وبعدين دي اللي قاله اخونا والله احمد اللي قاله سعاده السفير ده لها جذور تحت، ده امر بيت في ليل. فخلينا نخش الثلاث مداخل، النهج المترابط الثلاثي، نستجيب للحدث اللي فيه طوارئ، ندي شنطه غذائيه، نعمل حاجه، لكن نشوف السيستم نظام التعليم ونشوف نظام كتابه البروبوزر والنظام الفني ونظام الاعداد، لكن نشوف ما هي المشاكل القيميه وما هي الفاليوز التي تنتج هذا كله. مساله كبيره، فبالثلاثيه دي انا متصور يا دكتور هاني لو بنقول ماذا بعد، فبالنسبه للي فوق انا متصور محتاجين لو هندي ورش ولا حاجه في المستقبل. بالنسبه للي تحت لازم نعمل سيستم في الادله، بالنسبه للدور انا تيجي ربنا يمكننا بالكلام اللي اخويا غسان قاله، مش بس نعمل ميثاق، ازاي ناثر على ده زي ما حضرتك كنت مشارك في الـ في الـ في القمه اللي فاتت، ازاي ناثر على العالم عشان ما نغنيش لوحدنا بل احنا نشاز والناس تستغرب. شكرا يا دكتور هاني. أحلام كثيرة نحاول نحققها،
بس مش معنى اننا هنفشل في تحقيقها اننا فشلنا. لابد الا نتوقف عن المحاوله. ده الاساس بتاعنا. كيف بدا فكره هذا اللقاء او المؤتمر؟ واحنا رفضنا نسميه مؤتمر. فكره بسيطه جدا. انا بعتبر نفسي ان انا احد متطوعين في الوكاله. كل ما اجي كل ما اجي اسطنبول اروح عندهم. وقبل كده كنت من احد المتطوعين في القضيه السوريه سنه 2011. ما زلت طبعا، بس هم خلاص الحمد لله بسم الله ما شاء الله دلوقتي اصبحوا اساتذه. يعني لما اسمع الكلام خالد وكلام محمد نجم وكلام جمانة وكلام دجلاء وكلام خولة وكلام علاء وكلام أشرف مسلم، بنتكلم على الجيل اللي هو ايه؟ الجيل الصغير زي انا وانت. اما أشرف ده عجوز. صارت في مقبرة ما كانش عازمه. ها؟ ما كانش عازم حد الشباب. ها؟ انا مش فاهم، مش سامع، بتتكلم انجليزي انت ولا ايه؟ فاحنا بقالنا دلوقتي 11 سنة بنحاول نلملم جراح ما كانش لنا أصل فيها. مش عارفين نروح ليبيا، مش عارفين نروح السودان، مش عارفين نروح اليمن، مش عارفين نروح سوريا، مش عارفين نروح الصومال. بنلملم. احنا زي الأم اللي عندها 50 ولد أو طفل وشالوا منها لأنهم خافوا، بتجري وراها في كل حتة عشان ترجعهم. ما عندهاش أمل إنها ترجعهم، لكن عندها أمل إنها تشتغل. فإحنا الأم. الفكرة لما بدأت الإمكانيات تعتبر بسيطة وأقل من البسيطة. قلت لو آمي لكم بدأنا نعمل إيه؟ الشباب أنا قلت عنهم فاطمة وهاجر وآم وزكريا وزوم 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 ميتنج عشان ما عندناش فلوس نتكلم مع بعض نقعد مع بعض. فبالإمكانيات البسيطة دي ربنا نرجع للنية اللي أخونا اتكلم فيها. ربنا هو اللي سبب نجاح هذا الملتقى. لا فضل لأحد منا فيه على الإطلاق. عزالي إنك تنسبوا النجاح لشخص. عزالي. عزالي اللي ده بعد كده بيتحول لعبودية وتكلس مؤسسي وتجبس مؤسسي أو ركود مؤسسي. اللي هم الناس اللي يعيشوا طول عمرهم فوق وإحنا تحت. أبدا. أنا شخصيا لا أزيد عن زيكو زكريا ولا عن البنات اللي أنا تشرفت بالعمل معه. بقول كلمني وقام يقول لي احنا ناقصنا 5000 دولار اكلم المؤسسه اقول لك اسمها ايه؟ قول انت مش خايف خايف من ايه؟ انت ما بتكلم يا جدع اسمها ايه اللي حجاج اسمه ايه؟ بيور هاند. بيور هاند. اقول له بيور هاند يقول لي نعم. قول اديله 5000 دولار اللي حاضر من عينيا. نشحن ال 1000 2000 5 وال 10 عشان نعمل حاجة لو الناس شافوها هيقول لك دي مصروف فيها مئات الآلاف من الدولارات. انت سعادة السفير أو غسان اتكلم عن مؤتمر القمة الإنسانية. عملنا فيه 39 ورشة، 36 دولة، سنة ونص. ما دخلناش منها ولا مليم. كان كلها بحب الجمعيات. لما بقول لهم الأمم المتحدة معانا لدرجة إن قابلت السفير المصري في سويسرا قال لي أنت الأرقام دي مضروبة. قلت له مضروبة ليه؟ لأن ما حدش يقدر يعمل حاجة زي 39 في 36 في شهر في شهر. قلت له إحنا ما قلناش ولا جمعية حولنا مال. إحنا كنا بندفع تذاكر الطيارة بتاعتنا والتذاكر اللي هو الإقامة بتاعتنا والجمعية بتتكلف اللي هو حاجة القاعة. يعني المواشة العمل اللي انتوا هتعملوها الامم المتحده بتتكلف 50 60000 دولار هي ال 5 6000 بتوع الجمعيه اللي بتدفعها. لما تلاقي ان الامم المتحده جايه وقاعدين والصوره بتطلع هنا وهنا فسكت السفير.
لأنه ما تخيلش إن العمل في حاجة اسمها بركة، في حاجة اسمها إخلاص، في حاجة اسمها دعاء. أنا دائماً بذكر قصة أخونا اللي هو سلطان أبو سلمان. سلطان أبو سلمان كان من 10 سنين بيموت بسرطان الحنجرة، بيموت. عارف أنت الأثار، الأثار في الرجل. والدكتور دخل لبنته ومراته إنه خلاص انسوا أبوكم. البنت رفضت إنها تنسى أبوها، الأم استسلمت. قالت أبوها مش هيموت. لا يا بنتي لما يجي أنت بقى تقولي ما يموت ما يموتش، أنا بقول لك اللي عند أبوكي مفيش. في غيبوبة وسرطان والعلاج فشل. اتصلوا. المسؤول عن المخيم أم جرجوريا سعادة السفير في شرق السودان. قال لهم سلطان بيموت. كل المخيم قعد يدعي السلطان من صلاة الظهر لبعد صلاة المغرب. سلطان تاني يوم ربنا شفاه، سلطان عايش لغاية دلوقتي. فحذاري نحن نتعامل مع الفقراء بعلوية، أبدا هم أصحاب ونبطل نستعمل كلمة مستفيدين. عيب قوي، عيب قوي بنقول عليهم مستفيدين هم أصحاب المال. عيب قوي خدت على أختي أمالية مش لاقي تأكل ولادها ولا الشجر، وابنها اتخطف منها، أو سوريا زي ما كانت أختنا نجلاء بتقول من اللي هم كانوا بيضطروا انهم يبيعوا نفسهم عشان ياكلوا لازم. عيب اسميها مستفيده، عيب. هنا دكتور وسعاده السفير احنا عايزين نحط تعريفاتنا احنا، ثقافتنا احنا، فلسفتنا احنا، قيمنا احنا. طب ود نثق في انفسنا، مش جد ان احنا مش واثقين في انفسنا، مش جد ان احنا محاربين او محاصرين لحرائق زي الام اللي مش عارفه تلم ولادها وبيتها بيوم. بعتبروا ان كل واحد فينا هنا ام. الأم اللي بتلم الجراح وتضمد الجراح بتلم الأسرة، هو كل واحد فينا بغرفة. والطريقة اللي اتعمل بيها المرتقى ده بالنسبة لكلهم هي طريقة إبداعية في إيه؟ في البركة. إن ربنا أصر إننا ننجح بإمكانيات أقل من محدودة، مشيئة الله سبحانه. عشان كده الشكر موصول دائم لله. وحذاري ان احنا ننسى ان ربنا هو صاحب كل شيء. اسمها ايه؟ استغفروه انه اذا جاء نصر الله رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره. كان رسول يدخل مكة متأطئ رأسه تواضعا لله. في يوم النصر وانتم النهاردة بتؤطروا لعصر جديد. أنا أصر على هذا لأن أنا مؤمن بيه. طبعا أنا مؤمن بيه، أنا بلزمكم إنكم تعملوا، لكن أنا أصر على هذا، إن أنا أشعر
نحن لابد أن نؤطر لعصر الدين. كل واحد فينا يرى أن العمل الاجتماعي هو عمل أساسي في استمرار مسيرة الأنبياء. لن نخجل من أننا نقول نحن تبع للأنبياء. هنا بقى التبعية دكتور إيهاب. أنا تابع فعلا، بس تابع مين؟ تابع إبراهيم. تابع لمسيرة الأنبياء. لكن آخرين إن أصبحت أنا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم سيكون هم تبع لي. دي الرسالة. من كلنا. اتبعنا اثر الرسول صلى الله عليه وسلم تبعنا الانتهاء الاخر. بس نشكركم طبعا ومعنا كيف اتحدث ونجوم لا نجوم ها نجوم. تعال يا عبد الرحيم، لا استطيع ان اختم هذا اللقاء بدون الحكمة اليابانية. والإيمان الياباني عيب علينا. نزار في الأخت تقول اليمن عيب علينا، اليمن عيب علينا، اليمن عارف اليمنيين يبقوا مين؟ أخوان الرسول صلى الله عليه وسلم، اخوان نحن شايفينهم بيتعبوا فيه وبيتفاعلوا. جزاكم الله خيرا، وان اسمحوا لي عنكم جميعا ان اقبل راس هذه المقامه ثلاثه. وانا اعتقد الى انكم موافقون جميعا على هذه التقبيل الثلاثه. موافقون؟ موافقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وما توفيقي إلا بالله. الله عز وجل هو الذي وفق وهو الذي قدر وهو الذي أعان. ولا يسعنا في هذا الموقف إلا أن نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. هذا حديث عمران بن حصين لما أسلم حصين والد عمران، قال له: إذا أسلمت أعلمك كلمتي. فلما أسلم قال له: يا رسول الله قد أسلمت، قال: فقل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. نسأل الله أن يقينا شر أنفسنا. إخواني جميعا، نحن وقد ولانا الله عز وجل على هذا العمل الخيري، هي منحة من الله عز وجل. فإن أحسن الاستقبال استبقاها في أيدينا، وإن لم نحسن الاستقبال نزعها وأعطاها الناس الآخر. لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم هذا المربي والعلم من أعلام العمل الخيري الذي يقدم نموذج للمربي المتواضع الذي يريد أن يعطي كل ما لديه للشباب ويورث الشباب. 25 سنة من حياتي في العمل الخيري حضرت مؤتمرات كثيرة، لكن لم أجد هذا التواضع وهذا التوريث. ولذلك نحن لا يسعنا إلا أن نقول للدكتور جزاك الله خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إخواني، الأحلام كثيرة، أنا عندي قائمة حلمت فيها، حلمت لا أستطيع أن أذكرها لكم الآن، سأقدمها للإخوة، لكن هذه الأحلام يوم من الأيام سوف تتحقق. أنا مع إخواني اليمنيين وأقول لكم: الوكالة اليمنية الدولية للتنمية حسنة من حسنات هذا الرجل.
من أول الخطوات ونحن اتصلنا بالدكتور هاني فلبى النداء من بريطانيا وجاء إلينا ووضعنا أسس هذه الوكالة على يده. وبالتالي لما تقول أين اليمن؟ أين اليمن؟ اليمن في حاضر ووجدان الدكتور هاني. أقول الأحلام كثيرة، لكن أنا وإخواني لما أسسنا مؤسسات في اليمن كنا نعتبرها أحلام، ثم أصبحت حقائق. اليوم نحن فعلا نؤسس لعصر جديد. لا نستطيع أن نأتي بهذه الأحلام دفعة واحدة، ولكن فقه الأولويات مطلوب. قلت لسعادة السفير بعد ما انتهى، قلت له أنا عضو المكتب التنفيذي في اتحاد المنظمات العالم الإسلامي 10 سنوات، ما رأيك بعد الملتقى أن نقابل أيوب أكبر الأمين العام الجديد ونحاول أن نفعل الموجود مثل ما ذكر الدكتور؟ فأنا أعتقد أن الموجود لو فعلناه سننطلق إن شاء الله تعالى انطلاقات كبيرة جدا. لا أطيل عليكم، وربما الذي استفدنا واستمتم هنا شخصيا من هذا الملتقى لم أكن أتوقعه، وفعلا أنا مع الدكتور سيد أنه أعاد لي كثير من مفاهيم العمل الإنسان، وأستطيع أن أقول أنا اليوم مولود جديد في موضوع العمل الإنسان. سوف أخرج الحقيقة أشتغل على نفسي وأحاول بقدر الإمكان أن أصحح وأن أسدد الخلل. وبهذه المناسبة أنا أدعو الإخوان اليمنيين أن نعمل العمل المشترك الذي من شأنه أن نستفيد من تجارب الآخرين لنساهم ليس في اليمن فقط بل نساهم في غيرها من البلدان. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا اللقاء، وقد اتصل بي بعض الإخوة من دول لما رأوا إعلانات الوكالة والمؤتمر قالوا لماذا لم تدعونا؟ إحنا حريصين الحقيقة أن نحضر. قلنا لهم سامحونا الحقيقة، الإمكانيات بسيطة، وكورونا أثر فينا كثير جدا على ميزانيتنا وإمكانياتنا، لكن عزاؤنا أنكم معنا في السوشيال ميديا، وأنا أدعو من خلالكم جميعا بعضا من الأعلام الذين لم يتسنى لهم الحضور ولهم دور بارز في العمل الخير كرؤساء مؤسسات وشخصيات إلى الآن ما زالت تعمل وتعطي في كل مساحة الوطن العربي والإسلام، أن نتداعى في مؤتمر نوعي، ملتقى نوعي، نتجاذب فيه مثل ما تجاذبنا اليوم أطراف الحديث عن هذه المسيرة الجديدة، لأنهم مثلما يتحركون شوقا للتغيير سيكون لهم أيضا أثر كبير جدا لو انضمت جهودهم معنا. فنحن لا نستطيع الحقيقة أن نحقق أحلامنا وهي بهذه الضخامة إلا إذا وضعنا أيدينا في أيدي بعض، إنما المؤمن الإخوة. يا رب أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، أسألك يا الله أن ترزقنا القبول والإخلاص، وأن تحسن خاتمتنا جميعا وخاتمة هذا العالم من أعلامنا. يا رب كما جمعتنا في هذا الملتقى اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى يا الله، وقنا شرور أنفسنا وألهمنا رشدنا يا رب. جزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا على إتاحتي في تكريم الإخوة لهذا الضيوف. دقيقة واحدة بس قبل وقال هي هدية بسيطة جاية من المركز الدولي للقيم الإنسانية والتعاون الحضاري دكتور حكيم. طيب هنبدأ بالوكالة اليمنية الدولية للتنمية دكتور عبد الله. تعال شوي هنكمل. جمعية الوصول الإنساني الدكتور محمد محفوظ الأمين العام أو المدير العام.
بيوهانس الاستاذ هاشم معروف الله. استاذ هاشم مش موجود. طيب الاكاديميه الانسانيه للتنميه دكتور سيد زينب. ومنصة تكامل دكتور زايد. وفي دفع بقى الأستاذ حكيم دكتور حكيم مصمم هو خاص بالدكتور هاني البنا. جزاكم الله خير يا اخوانا. احنا كان المفروض ان احنا نكرم كل المشاركين في هذا الملتقى، ولكن يعني سامحونا الهزايا جاءت قليله، ونتمنى ان احنا ناخد صوره جماعيه بقى. هل نستطيع حاجه زي كده؟ هل نستطيع؟ بس مش على المنصه. يخلي الناس قاعده احسن، حطوا كراسي. في بس تكريم اخير وهو اول في نفس الوقت. تفضل. سعادة السفير عطاء الليل منن، تفضل. خلي بالكم يا شباب، السودان فضلها علينا كبير. انا احد الناس اللي اتعلمت من خلال الكوارث اللي حصلت في السودان. بدأنا العمل 84 استجابة للاجئين الذين دخلوا السودان من اريتريا. فإجلالا لهذا الشعب الكريم والشعب النيلي، وأنا سمكة نيلية متميلة على عيني،